دلوقتي بدأنا نسجل المحاضرة إن شاء الله، ونتوكل على الله نبدأ محاضرة المحاضرة رقم 2 في الجزء الخاص بإدارة المشاريع الاحترافية الـ PMP. الجزء دوت أنا عندي فيه ناس أسئلة عندها كتير بخصوص الشهادة وخلافه وطريقة المذاكرة وطريقة السبورت، كل الكلام ده هنبدأ نشتغل مع بعض فيه إن شاء الله، ونشرح للناس بالتفاصيل إيه اللي إحنا محتاجينه. أنا بس حريص إن العدد بتاعنا كان المرة اللي فاتت كان ما شاء الله وصل لعدد محترم، فأعتقد في ناس في الطريق برضو جاية. فبيزد على الحتة بتاعت الوقت، إن في ناس كتيرة كانت بتتكلم على إن إحنا لو نأخر الكورس الساعة كمان، إيه إمكانية إن إحنا نخلي الكورس يبدأ بتوقيت القاهرة، يبدأ الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت الرياض. رأيكم إيه؟ أنا محتاج رأيكم ودعمكم في الكورس علشان الناس كلها. نتكلم في الجزئية دي مهمة أوي بالنسبة لي وبالنسبة لزمايلكم. إيه رأيكم في إن إحنا نخلي الإيه الكورس بتاعنا هيبقى بتوقيت توقيت القاهرة 8 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت كايرو لوكال تايم، وطبعا ده هيبقى بتوقيت السعودية 9 بتوقيت الكي اس اي. فانا بالراحة كده ناخد الناس بتوع الرياض الاول. الرياض بيتكلم تقريبا عندنا صح؟ هي في الغالب هتبقى كده محاضرة ساعتين يا باشمهندس عبد اللطيف. ما انت عندك باشمهندس حافظ هتبقى برضو 9، الرياض ودبي 1 تقريبا في توقيت، ولا انا متهيألي 2-1 اللوكال تايم 1. دبي 10 في فرق ساعة ما بين دبي والرياض زي ما احنا. لا مساء طبعا في الصباح. طيب خلينا ايه السبب بقى ان في ناس ما حضرتش؟ طيب يبقى نرجع تاني. خلينا اللي ما عندوش مشكلة في التوقيتات القديمة اللي هي كانت توقيتنا اللي هو 7، كان توقيتنا كان بطريق القاهرة، توقيت القاهرة 7 بتوقيت القاهرة صح كده؟ 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت كي اس اي. يعني اخواتنا في دبي دلوقتي الساعة عندهم 9، في ناس بتقول 8:30، 8:30 كي اس اي، 7:30 القاهرة، بعد كده المحاضرة وينزل. ما هو ده، يعني انا ممكن اقولها بهذا الشكل المحاضرة. طيب خلينا نبدأ المحاضرة بتاعتنا دلوقتي ونعمل فوتينج على المواعيد، هنحطها على كتصويت على الواتساب، على سوري على الفيسبوك، ونصوت عليها. اوكي ايه رأيكم؟ لان انا كده شفت في اختلافات كتيرة قوي، وبعد اذنكم هناخد بالأغلبية ما فيهاش اي زعل صح كده؟ اوكي الصوت واضح ولا في أزمة في الصوت النهاردة؟ الحمد لله. اوكي نبدأ المحاضرة ونقول الو. ايه اللي احنا خدناه المحاضرة اللي فاتت؟ ايه اللي احنا
تمام، الصوت واضح كده؟ الصوت واضح. بسم الله بسم الله بسم الله. أبدأ. توكلنا على الله. اتكلمنا عن المشروع ان في حالات معينه المشروع فيها بيعمل عمليه الاغلاق. عرفنا مواصفات المشروع، عرفنا ان الاوبريشن ده حاجه اونجوينج، الاوبريشن حاجه بتبقى معمل انشطه بتبقى اونجوينج وبتطلع حاجه ريبيتيتيف متكرره. اتكلمنا ان المشروع بيشن في ان المشروع ده المشروع دوت بيبقى مؤقت وبيطلع ديليفربل، يا منتج يا خدمه يا نتيجه. وده اللي احنا شرحناه في المحاضره اللي فاتت، واتكلمنا على الشكل الهرمي لاي مؤسسه، اتكلمنا على البورتفوليو، واتكلمنا على البروجرام، وقلنا مدير البروجرام دوت بيبقى تحتيه اكتر من مشروع، والمشروع بيبقى او المشاريع اللي ويذن البروجرام بتبقى ريليتد ببعضها بشكل او اخر. اما بدانا اشتغلنا المحاضره اللي فاتت اتكلمنا برضو عن مدير مشروع والخصائص بتاعته، واتكلمنا ان راجل ده كوميونيكيتور 90% من وقته بيقضيه في الكوميونيكيشن، وان مدير المشروع دوت الشخص ده وان هو بشكل او اخر بيبقى عنده القدره على انه يبني فريق العمل، وانه يقدر يبتدي كوميونيكيت ويقدر ينفذ التاسكات اللي موجوده معاه ويساتسفاي احتياجات التاسكات دي. واتكلمنا عن انواع المؤسسات. طالما ان في ناس دخلت والعدد ما شاء الله، فاعتقد المشكله يعني المشكله ما اعرفش يعني في ناس بتقول هي محتاجه تعمل ريفريشمنت، لان احنا اوريدي شغالين اعتقد. لو استاذنكم حد بس يعمل يقول لهم يعملوا ريفريشمنت. اوكي، صعب ان انا اقدر اربط اشغل الاثنين مع بعض. في ناس عماله تخش، احنا 36 واحد دلوقتي، واعتقد شويه هتلاقي ناس بتريفريشمنت وبتخش على حسب اللود اللي على السايت. اما اتكلمنا عن انواع المؤسسات، اتكلمنا عن في مؤسسات فانكشنال، اتكلمنا على مؤسسات في مؤسسات ايه ها بروجكتايزد، صح كده، واتكلمنا على ان في نوع من المؤسسات بياخد ميكس اللي هو الميتريكس. في عندي الميتريكس الويك ميتريكس والبالانسد وفي السترونج ميتريكس، تمام. وبالتالي اتكلمنا سريعا عشان يبقى الناس بصت على المنظر دوت، اتكلمنا على المؤسسات الفانكشنال، ودي بتبقى مجموعه من الادارات، كل اداره بيبقى ليها رئيس قسم، كل رئيس قسم عنده مجموعه من الموظفين من نفس مجال التخصص. زي مين؟ زي مثلا الاتش ار ديبارتمنت، الاتش ار ديبارتمنت ليهم مدير اتش ار، كل الاستاف اللي قاعدين جوه من نفس مجال التخصص. الوضع بيبقى ايه لما بيبقى في مشروع؟ القائمين على رؤساء الاقسام هم بيبقوا القائمين على التنظيم ورقيه المشروع، او بمعنى اصح هم اللي بيعملوا البروجكت كوردينيشن. كل رئيس قسم بيستعين بالاستاف اللي محتاجه داخل القسم بتاعه علشان يبدا ينفذ مجموعه من ايه من التاسكات ريليتد بالمشروع. من مميزات المؤسسه الفانكشنال ان الاستاف بيبقى ولاءه اولا واخيرا موجود لمين؟ موجود عند مين؟ عند رئيس القسم، صح كده؟ وولاؤه للشركه طبعا او المؤسسه اللي هو فيها. الكوميونيكيشن هنا، ودي من العيوب، في اقل صوره من صورها، اضعف صوره من صور الايه، اضعف صوره من انواع الكوميونيكيشن. النوع من هذا المؤسسات بينفع في المشروعات الصغيره، المشروع الصغير مش محتاج او ما هوش كومبلكس بمعنى اصح. طيب تعال نشوف المميزات وعيوب المؤسسات الثانيه اللي اكوردنج ليها هنعرف الوضع بيبقى ماشي ازاي. عندي المؤسسه اللي هي ايه بروجكتايزد، يمكن وصفت الاكزامبل بتاعها بان المقاولين العرب لما بتطلع بشكل او اخر في مشروع مدته سنتين ثلاثه في افريقيا، فالمقاولين العرب بتبقى بروجكتايزد فين؟ في افريقيا. ايه اللي بيحصل؟ في رئيس قسم هو وفريق العمل اللي بيختاروا هم كلهم مع بعض بيعملوا كوردينيشن لمين؟ بيعملوا تنسيق لاعمال المشروع. لكن هنا احنا عندنا بنسمع ان في تايتل اسمه بروجكت مانجر، في بي ام هو اللي بيقود المركبه، وهو اللي مسؤول عن ايه؟ قياده الايه؟ فريق العمل. فريق العمل اللي موجود في الشركه او المشروعات او المؤسسات البروجكتايزد بيبقى كولكشن من مجموعه من المهارات والكفاءات، بس مدير المشروع هو اللي بيليد المشروع كله بالكامل، غير وعنده كامل الصلاحيات.
عكس المؤسسه الفانكشنال ما فيهاش اساسا ايه مدير مشروع لكن فيها بروجكت كوردينيتور. الميزه الاساسيه ان الكوميونيكيشن في اعلى صورها ومدير المشروع عنده كافه الصلاحيات. العيب ان الاستاف ده يا عيني ملوش مكان يرجع له وانس ان المشروع خلص. دي من ديس ادفانتج من عيوب المؤسسات البروجكتايز ان ملهاش ايه ملهاش مكان وانس ان احنا ايه خلصنا المشروع فانت لازم تشوف ايه مشروع تاني تشتغل عليه. الواتساب جروب للاسف اتملى فعشان كده احنا عملنا قناه على التليجرام فمش هنقدر ايه مش هنقدر نحط الجزئيه دي يعني مش هنقدر ندخل ناس تاني. في ناس طبعا زعلانه جدا ان واحد بيقول انا مفيش امل. يا جماعه وضح لحد يكتب لهم دلوقتي على الواتساب جروب المحاضرات مسجله المحاضرات مسجله اكتبوا لهم كده ويقدروا يشتغلوا عليها في اي وقت يسمعوا المحاضره وانس ان احنا خلصنا. ايه المقصود بالتشات يتقفل يا فندم؟ مش محتاجين تقفلوا الشات قد ما تعملوا ميوت للواتساب جروب دلوقتي. يعني ما حدش يقفل الشات ما حدش يطلع من الجروب. كل الموضوع انك تعمل ميوت للواتساب جروب. اوكي فاقوله بس الناس ما حدش يقلق. نبدا نكمل محاضرتنا تاني. انا عندي الجزئيه اللي قلنا عليها ان العيب الاساسي بتاع المؤسسات البروجكتايز ان وانس ان الفريق العمل وانس فريق العمل المشروع خلص فريق العمل ملوش مكان يرجع له لكن الكوميونيكيشن في اعلى صورها. الولاء الاول والاخير هنا لافراد العمل او الاستاف بتاع المشروع للمشروع بذات نفسه. تعال نبدا نشوف المؤسسات الايه الميتريكس. عند الميتريكس الشباب عندي ثلاثه من ضمنهم الويك ميتريكس اللي هي تعتبر قريبه جدا للمؤسسات. مين؟ للمؤسسات الفانكشنال. والمؤسسات الميتريكس هي هي بصوا كده المنظر قدامك هي هي تقريبا الويك ميتريكس هي هي المؤسسه الفانكشنال. لكن تم تفويض مجموعه من الاستاف في كل اداره ان هم اللي يمسكوا ورقيات المشروع. ليه؟ لعدم وجود تفرغ مثلا الفانكشنال مانجر مثلا لاحتياج من الاونر او الكاستمر ان يبقى في ستاف هو اللي مور ديديكيتد. ممكن يكون الفانكشنال مانجر ده ظروف شغله بيسافر كتير ضغوط القسم بتاعته عاليه فبشكل او اخر اللي بيقوم على الكوردينيشن هم مجموعه من مين؟ الاستاف اللي بيتم تحديدهم. فمثلا بناخد الثلاثه دولت بيتخصص لهم غرفة وبالتالي دولت القائمين على التنظيم وتنسيق أعمال مشروع X Y Z. قال لا أمال مين ده؟ مين اللي بره الدايرة ده ولونه رمادي؟ اللي جوه الدايرة اسمهم Project Management Staff اللي هم إيه؟ فريق العمل الإداري. قال لا أمال مين بقى الناس اللي بره الدايرة؟ دولت اسمهم Project Staff دولت بينفذوا Activities بس. يبقى فيه في نوعين من الستاف. في عندي Project Management Staff وفي عندي ايه بروجكت ايه ها بروجكت ستاف او بروجكت تيم بس على طول. وبالتالي دي بتبقى مهمه جدا ان احنا عارفينها. ايه الميزه بتاعت الجزء ده؟ ان في ناس مور ديديكيتد اكتر من رؤساء الاقسام ليها لكن ستيل برضو الكوميونيكيشن احسن لكن مش زي المؤسسه. مين؟ مش زي المؤسسه البروجكتايز. ممتاز. تعال نخش بقى على النوع الثاني من المؤسسات الويك الميتريكس اللي هي مؤسسه مين؟ السترونج. خدوا دقيقتين كده وركزوا معايا في الكلام اللي موجود. دقيقتين مش اكتر. ايه الفرق الكبير اللي موجود في السترونج ماتريكس من غير ما تكتبوا حاجه بينك وبين نفسك؟ انا عارف ان كل الناس شاطره بس مش عاوزين نعمل لود على الشات. في السترونج ماتريكس ان تم استحداث واضح الحته ديت استحداث ايه اداره خاصه بمين؟ بمديرين المشاريع. في اداره خاصه بمديرين المشاريع بيرؤسها اللي هو الدايركتور اوف بروجكت مانجر او المانجر اوف بروجكت مانجر. والراجل ده بيبقى عنده مجموعه من العمل اللي جوه عباره عن مديرين مشروعات. عباره عن ايه؟ عباره عن مديرين مشاريع. الاستاف اللي جوه دوت بيعمل ايه؟ وظيفته ايه؟ لما بيبقى فيه موجود مشروع بيتم تحديد او بيتم اختيار مدير مشروع يتفاوض مع رؤساء الاقسام على انه كل رئيس قسم يديله احتياجاته من مين؟ من الايه؟ الريسورسز اللي هم الهيومن ريسورسز او غيره. وبالتالي بيتم تسكين مجموعه من الاستاف مع المشروع اكس اللي هو بيرأسه فلان الفلاني. وبالتالي هذا النوع من المؤسسات السترونج ماتريكس
هو بيبقى متميز جدا مع المؤسسات اللي عندها اكتر من مشروع، اللي عندها ايه اكتر من مشروع وعندها مشاريع معقده كومبلكس. يعني الراجل ده مثلا نقول ان ده اسمه الديزاين انجينير ديبارتمنت، وعنده مجموعه من الايه من الانجينيرز اللي متخصصين في المجال بتاعه. الراجل ده طبعا انا بتكلم انه ممكن يكون عنده خبره 15 20 سنه في مجال التخصص في الديزاين انجينير. الراجل ده كل اللي انا بحكي كمدير مشروع انا اداري، انا ببتدي اتفاوض مع رئيس القسم ده، فبيعين لي اتنين من الاستاف، من ضمنهم الاستاف اللي تحت ده بيبقى ايه؟ بيبقى استاف اداري، يعني بيبقى اسيستنت ليا. الميزه الاساسيه قلنا بتاعه المؤسسه السترونج ماتريكس ان هي بتبقى قويه جدا في المشروعات الايه الفيري كومبلكس، لكن الكوميونيكيشن بتاعتها معقده، لان عبصمت ده عبصمت محتاج انه يدي ريبورت لرئيس القسم بتاعه، بس ده ريبورت ايه تكنيكال، ومحتاج برضه انه يريبورت للمدير بتاعه لان ده ايه هيبقى ريبورت اداري. فبالتالي عبصمت ده هيبقى في وضعيه لا يحسد عليها، يعني وضعيه صعبه جدا. الوضعيه دي بتلزمه انه بيدي ريبورت للاثنين في نفس الوقت. مدير المشروع انه دايما يتفاوض مع رؤساء الاقسام في الاحتياج ما بين الريسورسز. يقال ليا ما سالت الناس في اي بي ام، على فكره اي بي ام مصر من ضمن المراكز من ضمن المؤسسات اللي شغاله بنظام السترونج ماتريكس، قالوا لنا ايه، احنا يوم الثلاث احنا كمدير مشروع يوم الثلاث بنبعت احتياجاتنا من الريسورسز، بنعمل ميتنج يوم الاربع ندسكس امكانيه الكلام دوت، يوم الخميس بينزل لنا الابديتد شيت مين من مديرين المشروعات معاه استاف. فبالتالي حتى ممكن يكون الراجل ده بيشتغل من 9 الصبح لوحده مع رئيس القسم، ومن الساعه 1 او بعد بيشتغل مع مدير مشروع اكس واي زد. فدي الكوميونيكيشن بتاعتها ايه يا جماعه؟ معقده جدا، لكن بتبقى متميزه جدا 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 في المشروعات الايه الفيري كومبلكس. نيجي نشوف المؤسسه الاخيره في الماتريكس اللي هي البالانسد ماتريكس، وديت لو انتوا بصيتوا كده ايه الفرق، هي زي الويك، لكن تم اختيار مين، شخص ما المفترض ان هذا الشخص يتميز بالكفاءه. طب ليه اخترنا الشخص؟ ما كانت موجوده في الويك ماتريكس من غير ثلاثة وخلاص. قال لك ممكن يبقى الطلب من السبونسر، سبونسر عمل طلب مخصوص انه مش ينفع يتكلم او يخاطب ثلاثة، انا عاوز واحد هو اللي يبقى قدامي في الواجهه، فبيتم اختيار فلان الفلاني. طبعا انا دايما بهرج مع الناس واقول لك فلان فلان ده بيبقى ابن اخت رئيس مجلس الاداره، يعني هي ده معيار كفاءه. في بعض المؤسسات فعلا بتختار الاعلى كفاءه، في بعض المؤسسات بتختار الاهل الثقه، في بعض المؤسسات بتختار واحد طالع معاش كمان سنتين ولا كمان سنه فبيكافئوه بان يديله مشروع عشان بيبقى فيه سبوبه بشكل اخر. وات ايفر اكوردنجلي بي ام اي هي بتختار، او في مؤسسات اللي بتبقى عاوزه تعمل توازن فبتختار المدير مشروع الشخص في البالانسد ان شخص بيقود اعمال مشروع هو اللي بيبقى في الواجهه. خلي بالك هذا الشخص ما بيقدرش يتحكم في البادجت، لازم يبتدي يتفاعل مع مين؟ مع رئيس القسم، لان البادجت بتبقى ميكس ما بينهم هما الاثنين. تعالى نتفرج على الجدول الحلو ده. الجدول الحلو دوت لو سيادتكم عظمتكم تفضلتوا وقدرتوا تفصصوه بهدوء شديد، اوكي، وتناقشوني في اي وقت هفهم حاجات كتيره. تعالى ناخدها من دور مدير مشروع. خلاص مدير مشروع فاكرين ابن خالد رئيس مجلس الاداره اهو، ده يبقى دوره ايه؟ فول تايم ولا بار تايم؟ هيبقى فول تايم. طيب في السترونج فول تايم، ده في مدير مشروع، ها في البروجكتايز فول تايم. طيب في الويك اساسا ما فيش مدير مشروع فيعتبر وقت جزء من الوقت بار تايم، لان التلاتة مع بعض بيلعبوا دور مدير مشروع. طب تعالى نشوف مين الفانكشنال برضو بار تايم. طب تعالى نتكلم على صلاحيات مدير مشروع الباور والاثوريتي. تقريبا في البروجكتايز واخد اعلى صلاحيات هاي تو اولموست توتال، وعندي في السترونج متوسط لهاي، وعندي في البالانسد اللي هو ابن رئيس مجلس الاداره ها لو تو مودريت، تقريبا في الويك لو وتقريبا منعدمه في الفانكشنال. الحاجه اللي لازم تبص عليها مين اللي بيمانج البادجت، هتقول ان ابن رئيس مجلس الاداره ها ميكسد ما بينه وما بين رئيس الايه الفانكشنال. طب مين اللي في السترونج؟ قال لك مدير مشروع في السترونج هو اللي بيمانج البادجت. طب مين اللي بيمانج البادجت في البروجكتايز؟ ها المدير مشروع هو اللي بيمانج البادجت في المؤسسه البروجكتايز، لكن الرئيس الفانكشنال هو اللي بيدير او بيتحكم في البادجت في المؤسسات الفانكشنال او المؤسسات الويك.
تعال نتكلم على الفريق العمل الإداري، سواء في الفانكشنال أو الويك أو البالانسد، فهم عبارة عن بارت تايم. لكن الناس اللي موجودة في السترونج أو الناس اللي موجودة في البروجكتايز فهم إيه؟ فول تايم. واضحة يا شباب؟ ها؟ مين عنده سؤال؟ اهو في ناس ابتدت تخش، العدد ايه هدينا شويه، بقينا 60 اهو، صح كده؟ ممتاز ممتاز. نخش على الحته دي، حته جديده، ايه رايكم؟ ايوه يا شباب، الناس سامعاني كده؟ طيب انا عملت اثنين كونكشن، 1 يو اس بي وواحد اي دي اس ال، فعلشان الصوت بس، الصوت كده واضح؟ في تقطيع في الصوت؟ نوقف الكومنت لو في أسئلة، بس صوت واضح تمام. ممتاز 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 ممتاز، حلو قوي السؤال بتاع باشمهندس أحمد حافظ، عاوز أجاوب على السؤال ده، السؤال ده مهم. في عندي كام تايتل في الإدارة العليا للمشاريع، يعني الناس اللي بتبقى إيه بتدير المشاريع؟ في عندي 3 تايتل، في عندي بروجكت مانجر، في عندي بروجكت كوردينيتور، في عندي بروجكت اكزيبيتور. نقولهم تاني نقولهم تاني ها في عندي ايه في عندي ايه بروجكت ايه في عندي بروجكت مانجر في عندي ايه تاني بروجكت كوردينيتور في عندي ايه
Project Exhibitor. لو فتحتوا الكتاب اللي انا حطيته النهاردة نسخة من الكتاب بتاعي على التليجرام وعملته داونلود، هتلاقي ان البروجكت مانجر ده الشخص اللي عنده كافة الصلاحيات. حط الكلمة دي جاية دي مهمة قوي، عنده كافة الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرار. عنده كافة الصلاحيات وقدرة على اتخاذ الايه؟ اتخاذ ايه؟ اتخاذ القرار. في صوت ولا ما في صوت؟ ممتاز. ستوب. اوكي. خلاص. ستوب. اوكي. البروجيكت كوردينيتور هو شخص بيدير اعمال المشروع ومتحدد له بعض القدرة على اتخاذ القرار. يعني انا طلبت من باشمهندس الشريف الشربيني، بعد اذن سيادتك يا باشمهندس الشريف، حضرتك هتقرر ان احنا هنشتري الريسورسز ده او ده، روح شوف احسن سعر واحسن كفاءة واشتريه. يبقى انا اديت للراجل ده ايه؟ ها؟ قدرة على اتخاذ القرار في الايتم ده بس، في الجزئية دي بس. فكده الباشمهندس هيبقى ايه؟ بروجيكت كوردينيتور. لكن ان انا اروح اقول باشمهندس شريف بعد اذنك يا باشمهندس شريف هتروح تشتري الايتم ده واتيفر، حتى لو لقيت اي سعر تاني اقل من اي فيندور تاني، لا اشتري الايتم ده. كده الراجل ده اسمه ايه؟ بروجيكت اكزيبيتور، لانه عنده بيقوم بتنسيق اعمال المشروع بدون اي قدرة على اتخاذ القرار، ما عندوش قدرة على ديزيشن ميكنج، ما بيقدرش يعمل ديزيشن ميكنج خالص. فده التايتل ما بين مين ومين؟ ما بين البروجكتايزد، ما بين البروجكت مانجر، البروجكت مانجر والبروجكت كوردينيتور والبروجكت ايه والبروجكت اكزيكتور. خلاص، هي بتفرق في الديزيشن ميكنج، لان مدير مشروع عنده كافة الصلاحيات، كوردينيتور عنده بعض القدرة على اتخاذ القرار، عن الراجل اللي هو الاكزيكتور لا حول ولا قوة به، هو ما بيعملش ايه اي قدرة على اتخاذ القرار. نخش في الحتة الجاية دي، الحتة الجاية دي جديدة، الاوبس. ايوه، الاوبس ده مصطلح احمد يسري بس على فكره، عشان لو سمعت ان حد في السوق بيقول اوبس قول له اوبس كده انت ايه خد الكورس مع مين؟ خد الكورس مع احمد يسري. تمام. طيب الاو بي اي، الاو بي اي هي عباره عن ايه؟ الاو بي اي هي اصول العمليه التنظيميه، وكلمه اصول جايه من الاورجانيزيشن بروسيس اسيتس، الاصول جايه من الاسيتس. انت بتمتلك ايه؟ ايه خبراتك؟ يعني في واحد بيشتغل في المجال مثلا كمهندس استشاري بقاله 5 سنين، ده عنده assets، عنده خبرات، عنده نجاحات، عنده اخفاقات، عنده تحديات، معاه ورقيات المشاريع بتتنفذ ازاي. فدوت عنده خطط، عنده plans، عنده process، عنده procedures، عنده knowledge base محترمة. وبالتالي المؤسسة، اي مؤسسة بتدير اي مشروع، بيهمها جدا بعد نهاية المشروع او within قفل المشروع او within ادارة المشروع، ان يكون عندها كل اللي تم من ورقيات، مش بس الدروس المستفادة، ده بند واحد من ضمن البنود، ده بند. اي ارتفاكت، اي ممارسات، انا النهاردة لما بحب انفذ كورس من الكورسات عشان انفذه from A to Z، دي ايه البراكتس اللي بعمله؟ خلاص، الفورمال والانفورمال بلانز، الخطط الرسميه والغير رسميه، العمليات بتاعتي عشان اسوق واحصل فلوس، السياسه بتاعتي في الاجازات والحضور والانصراف، الاجراءات ايه، قاعده البيانات بتاعتي والنولج بيز. انتوا عارفين ان فودافون لما بتيجي تكلم فودافون وتقول له انا عندي مشكله اكس واي زد في الراوتر او في الخط الجهاز بتاعي او في التليفون بتاعي، هو بيفتح النولج بيز مكتوب فيها الخطوات. يبقى لو ما عندوش النوليدج بيز على راوتر معين، موديل معين، هيقدر يخدمك؟ طب لو عمل تحديث للنوليدج بيز وقدر يحط كل الراوترات اللي موجوده في العالم، هل هتساعد فودافون؟ طبعا هتساعده. طب عدم وجود سترونج او بي اي في المشروع بتاعك، سيادتك ده يسبب لك مشاكل كتيره جدا. هنتخيل حاجه بسيطه قوي، سيادتكم جايين تاخدوا كورس من عندي، وجيت اطلع الشهادات، واول مره اطلع شهادات، فجيت اعمل شهادات اطلعها. طبعا السيستم على فكره اللي احنا شغالين عليه دوت بيطلع شهادات اوتوماتيك. فلو انا ما عنديش الكلام ده بيطلع الشهادات، انا لسه محتاج اعمل ايه؟ كرييشن للشهاده، واحتمال اعملها واجي اطبعها الاقي الطباعه تطلع مش كويسه. كون ان انا عندي البروسيس بتاع طباعه الشهادات دي مكتمله وموثقه، دي اتس ايه؟ تعتبر ايفورست او بي اي، دي الاو بي اي بتاع شركه ايفورست. اوكي، الدروس المستفاده، الفندور دوت اللي طلبت
الديزاين انجينير ده والمكتب الاستشاري ده شركه محترمه بتسبورتد المطاعم دي بتعمل كذا، ايه الدروس المستفاده؟ يبقى لازم ابقى عارف. طن الحديد يا جماعه من 3 سنين كان بكام؟ ومن سنتين كان بكام؟ ومن سنه كان بكام؟ لو عندك الهيستوريكال انفورميشن دي هتقدر تقول وتجاوب السؤال ده، ان طن الحديد كمان 3 سنين اكوردنج لمعدلات التضخم الحاليه ها هيبقى بكام السنه الجايه؟ صح كده ولا غلط؟ هتساعد ولا مش هتساعد؟ لو عندي كومبليتد سكادول، لو انا ما قلتش سكادول على فكره، انا ما قلتش سكادول خالص، انا قلت الكومبليتد سكادول، يعني انت كان عندك عامل بلان على نشاط ب7 ايام، لكن لما جيت خلصته فعليا اكتشفت ان ده كان تقدير خاطئ، بور استيميشن، وبالتالي لما جيت خلصت المشروع لقيت ان التاسك ده ما خلصش على 7 ايام، خلص على كام يوم؟ خلص على 10 ايام. وبالتالي 10 ايام يبقى دوت التقدير السليم الكومبليت سكادول بتاعي. انا لما اجي اقدر في مشروع جديد، عندي مشروع جديد وجالي نفس النشاط، اغلط واكتبه ب7 ايام ولا اكتبه بالكومبليت سكادول اللي موجوده في الاو بي اي على انه ب10 ايام؟ طبعا هكتبه على ايه؟ ها؟ على انه ب10 ايام. فدي بتبقى مهمه جدا ان انت يكون عندك كومبليت ايه؟ سكادول. ريسك داتا، ايرنت فاليو داتا، كل ده يعتبر ايه؟ يعتبر strong OBA. خلاص؟ فانت محتاج ان انت كمدير مشروع ان انت no way تسيب المشروع بتاعك الا كمدير مشروع الا ما تعمل updated لل OBA، لان دي الاسيتس بتاعت المؤسسة وبتاعتك انت كمدير مشروع بالاخص. ال OBA على فكرة بتخش في كل مراحل الانيشيشن والبلاننج وبتتابديت عليها. هنعرف هنعرف الريسك في مرحله البلاننج، هنعرف الايرنت فاليو القيمه المكتسبه والبيانات بتاعه القيمه المكتسبه او الداتا بتاعه القيمه المكتسبه دي شكلها ازاي في المشاريع اللي فاتت. الاو بي اي بيخش في الانبوت وفي الاكسكيوشن وبيحصل لها ابديتد بشكل قوي جدا في مراحل الاكسكيوشن والمونيتور اند كنترول والكلوزنج. فانت دايما هتستخدم الاو بي اي طول ما انت شغال في المشروع، وبالتالي بيبقى مهم جدا ان انت تركز في الجزء بتاع الايه الاو بي اي ديت. خلي بالك قبل ما ننقل على اللي بعديها، الاو بي اي هي قصص نجاحك واخفاقاتك انت. خلاص؟ قصص نجاحك واخفاقاتك، كل الورقيات، كون ان انت يكون عندك ورقه مكتوب فيها طلب اجازه عارضه والورقه دي جاهزه لاي موظف انه يسحبها ويكتب اجازه عارضه، دي اسمها او بي اي. انت لما طلبت النهارده مني ان انت ابعت لك الماده العلميه وبعتها، دي او بي اي. مين اللي مين اللي صلاحيه؟ الاورجانيزيشن يا فندم كلها. مدير مشروع هو المسؤول، هو الاكاونتبل على انه ينفذ الايه، يطلع الاو بي اي ابديت في بعض المشاريع. بعض المشاريع ايه؟ معظم المشاريع الصح اللي بتمشي اكوردنج لبي ام اي. مدير مشروع يبقى خلص وسلم الديليفرابل بتاعه، لكن بيقعد بالشهر واثنين والثلاثه يابديت في الاو بي اي. مين فاهم الكلام ده؟ واضح الحته ديت؟ الاو بي اي بيبقى فيها الفاينانشال داتابيز، هيستوريكال انفورميشن، الايشوز، المشاكل كلها، البروسيس ميجرمنت، البروجكت فايل من البريفيوس بروجكت، دي بتبقى مهمه جدا ان احنا نشتغل عليها. الاو بي اي ما صنعته يدك، ايه اللي انت عملته بايديك ودي اللي انت متسبب فيها، عكس الاي اي اف الانتربرايز انفايرومنتال فاكتورز، هي العوامل البيئيه المحيطه بالمشروع. ايه بقى ديت؟ دي عباره عن ايه؟ قال لك دي فاكتورز حضرتك دي نوت اندر يور كنترول. يعني ايه نوت اندر ماي كنترول؟ يعني والله لو عملت ايه مش هتقدر تتحكم فيها، مش هتقدر توقفها. دي فاكتور زي ايه؟ اي زي الامطار، السيول، الدولار اللي بيضرب في مصر الايام دي، ده يعتبر فاكتور ولا لا؟ فاكتور مؤثر في المشروع ولا لا؟ جاوبوني على السؤال ده. الدولار، هل احنا عندنا قدره على ان احنا نتحكم في الفاكتور بتاع الدولار ده؟ نقول لا، انا حاسب الدولار على انه ب 10 جنيه ب 7 جنيه، طبعا لا مش هتقدر. طب ايه اللي انا اقدر اعمله؟ قال لك الفاكتور ده تحطه في بالك وانت بتبلان للمشروع على ان انت شايف المعدلات الدولار هيبقى عامله ازاي الفتره الجايه، ولازم تستعين بناس اكسبرت يقولوا لك الدولار وارد يبقى عامل ازاي، لانك لو ما حطتلوش اعتبار هيبقى ليه ايه؟ نيجاتيف انفلوينس، تاثير سلبي على المخرجات المشروع. ايه ده؟ هو الاي اف ممكن يبقى ليه تاثير سلبي؟ اه، وممكن يبقى ليه تاثير ايه؟ تاثير ايجابي. فلو انت ما حطيتش الاي اف، سواء الاي اف ده فاكتور باي شكل من الاشكال، لانه ممكن يؤثر، ممكن يقيد
ممكن يوجه المشروع. اكزامبل بسيط، معروف شرم الشيخ في شهر 6 سوري في شهر اكتوبر وفي شهر مارس في امطار بتبقى شديده شويه. الناس اللي عندها اكسبيرينس في شرم الشيخ عارفين ان احنا ما بنعملش اعمال انشائيه في الفتره دي في الجدول الزمني، ما بنحطش اعمال انشائيه. ليه؟ لان دي تعتبر ايه؟ ها تعتبر ايه؟ فاكتور نوت اندر يور كنترول. طب ماشي، انا عملت ايه؟ انا عملت في الفتره دي اعمال ايه؟ اعمال مكتبيه، قللت الانشطه الايه؟ ها الانشطه الخارجيه، وبالتالي دي بتبقى مهمه جدا. من ضمن الاي اف اللي عندي في المشروع، من ضمن الاتش ار الاكزيستنج اتش ار بيرسونال ادمنستريشن، قانون العمل مثلا، الانفراستراكشر، الكابل البحري بتاع الانترنت بتاع مصر لما اتقطع هو الكابل بتاعنا، لكن العوامل المحيطه بمكان الكابل، مركبه راحت معديه راحت قطعاه، هل ده اندر يو كنترول ان انت ما الكابل ده ما يتقطعش منك؟ نوي. طيب الجفرمنت اور ستاندرد، الستاندرد بتاع الحكومه والمعايير، انت بتعمل مصنع اغذيه بمواصفات معينه والحكومه ما شاء الله فجاه راحت قايمه وقررت تناقش قانون في مجلس الشعب في 3 ايام، خدت الستاندرد بتاع انجلترا هتطبقه في مصر. طب المصنع بتاع حضرتك ده يا فندم اللي انا عامله وفقا للستاندرد القديم المصري، قال لك حضرتك ايش ايه بيل واشرب ميته. يبقى انت لازم تحط الفاكتور في قوانين بتتناقش، في مش عارف ايه، تعال نتكلم في الاورجانيزيشن كالتشر. انا كنت شغال مع الحاج عبد السميع اللميع رئيس مجلس الاداره، حاج كبير والراجل ما شاء الله عليه وفاهم في الكونستراكشن وبني بدل المشروع 100,000 مشروع، وفجاه الراجل ده تعيش انت يا حاج، مات الراجل، ولاده طلعوا قرروا انهم يشتغلوا باسلوب تاني مختلف ويعملوا سيستم ويجيبوا شركه بي ام او. لا 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 لا، هو انت سيادتك هتقدر تتحكم في الفاكتور ده؟ هتقول لا اشتغلوا زي ابوكم يا جماعه، انتوا من فتقتي دي متاه؟ لا، ده انت بتقوم من النوم بتروح شركتك بتلاقي شركتك اشتريتها شركه تانية، وانت كمدير مشروع اللي كنت تقريبا بتتدلع ومحطوط على الحجر بمشروعك، جت المؤسسه الجديده اللي هي الكالتشر والاستراكشر الجديد، اوكي، قررت ان شركتك مشروعك ده مش من ضمن اولوياتنا الفتره الجايه. اللي حصل كارثه. جت لما مايكروسوفت قالت لك انا الويندوز اكس بي ما بقاش فيه سبورت اني مور، ده كارثه. السياسه، مدى تحمل الستيك هولدر لاي مخاطر مشروع ليهم درجه معينه، بعد الدرجه دي هم احتمال ما يقدروش يكملوا او يكملوا. الاي اف هي فاكتورز نوت اندر يور كنترول، جلالتك عظمتك لازم تحطها في الاعتبار وانت بتشتغل في المشروع علشان الفاكتور ده ما يقلبش ضدك بايه؟ ها؟ ما يقلبش بايه؟ ما يقلبش عليك بريسك او ما يقلبش عليك بنيجاتيف، وبالتالي انا ممكن احطه في الاعتبار علشان يبقى ليه بوزيتيف. طب ازاي يبقى ليه بوزيتيف؟ قال لك والله انا سامع ان الدولار هيضرب والبلد مش مستقره، فاحنا لو اشترينا الرو ماتيريال بتاعتنا النهارده احتمال كده كده هنشتريها، فراح شاري النهارده الحديد والايه والاسمنت والرمل بتاعه، وهوبا راح الدولار ضرب. ايه اللي حصل؟ بقى معاه ايتيمز بجنيه بكره الصبح لقاها بكام؟ ب5. الكلام ده بوزيتيف ولا لا؟ يبقى انا حطيت في الاعتبار الفاكتور ده ولعبت عليه. واضحه يا شباب؟ تمام. تعالى نشوف بقى الجزء الجاي ده، يعني ايه ستيك هولدر؟ الصوره اللي جايه دي مهمه جدا، تعالى نشوف الصوره دي. اها، الصوره دي جامده جدا ومتميزه. ليه؟ بي ام اي بتحاول هنا في الصوره دي توضح لك حاجات كتير قوي. اول حاجه هي بتوضح لك هنا مين الستيك هولدر. احنا قلنا الستيك هولدر هم مين يا جماعه؟ الستيك هولدر هم المعنيين بالمشروع، اي فرد او جهه او مجموعه او اشخاص ممكن يؤثروا او يتاثروا سلبا او ايجابا بمخرجات المشروع، بعدم اخراج في المشروع، بتوقف المشروع، بعدم توقف المشروع، بنجاح المشروع، بفشل المشروع. اي حد يخش جوه الدايره دي اسمه ايه؟ اسمه ستيك هولدر، المعنيين بالمشروع. وبالتالي تعال نتكلم ان في كان معونه الامريكيه جايه تعمل كوبري للقرى الاشد احتياجا في مصر، فجت تعمل كوبري على جانبين ترعة، في اهالي قريه هنا وفي اهالي قريه هنا. الكوبري ده عدم وجوده ياثر سلبا ولا ايجابا على اهالي القريه يا جماعه؟ ياثر سلبا، اوكي. طب اتضح ان كان في هنا في معديه شغاله، وبالتالي المعديه ديت لو الكوبري اتعمل هياثر فيها سلبا ولا ايجابا؟ هياثر سلبا. هتقول لي هاخد راي المعديه؟ لا، ده انا هاخد احط في الاعتبار ان بتاع المعديه ده ممكن يعمل لي مشاكل. طيب كان في قطعه ارض هنا وقطعه ارض هنا، اتاخدت من مين؟
اتخذت من اصحاب اراضي عشان يتعمل عليهم الكوبري. دول ستيك هولدر، لابد من ايه؟ من احنا نديهم تعويض، حتى لو كانت قطعه الارض دي وضع يد ولم يتم تقنينها، بس ده ايه بقى امر واقع، لابد من تحديد كل الستيك هولدر. هتفوجئ عندي، هتفوجئ معايا كده، ان السبونسر يعتبر من ضمن الستيك هولدر. الجديد اللي انا قلته معلومه قديمه، السبونسر معروف ان هو اهم ستيك هولدر. بس خلي بالك، هو فتره من الفترات بيلعب دور انه بروجكت تيم. يعني ايه؟ لو لاحظت ان هتلاقيه داخل جوه الدايره. يعني ايه بيلعب بروجكت تيم؟ بيقعد مع الناس، بيقعد مع فريق العمل، بيقعد مع كل القائمين على اداره المشروع، يقول لهم انا عاوز ايه، واللي عاوزه ده شكله ايه، وعاوز المبنى السكني يبقى كذا، وعاوز الكومباوند يبقى كذا، وبيدي احلامه وافكاره. فبيلعب السبونسر في بدايه المشروع كما لو كان من ضمن البروجكت تيم. بعد ما بيحدد كل طلباته بيرجع خطوتين ثلاثه لورا وبيلعب دور ايه؟ ها، يلعب دور السبونسر بيور 100%. الاوبريشن مانجمنت اللي هتستلم مني المصنع يعتبر من ضمن الستيك هولدر. رؤساء الاقسام مهمين جدا لان هم ستيك هولدر. البارتنر بزنس سيلر يعتبروا من ضمن الايه؟ ها، من ضمن الستيك هولدر، مهمين جدا. انت عندك الكاستمر او الاند يوزر او اليوزر. في على فكره في فرق ما بين الكاستمر واليوزر. انا لما بكون بعمل خط انتاج تجميع سيارات في مصر، مين اليوزر؟ العمال اللي هيقفوا في خط انتاج ده يعتبر اليوزر. مين الكاستمر؟ اللي هيشتري العربيه او الوكيل اللي هيستلم مني خط الانتاج. السبونسر one of them الكلاينت، one of them الكلاينت. البروجكت مانجر يعتبر من ضمن البروجكت تيم. يعني انت لما تيجي تقول كلمه بروجكت تيم يعني انكلود جوا مين؟ مدير المشروع، جواها كلمه البروجكت مانجمنت تيم واي اذر تيم، البي ام او، البروجرام مانجر، البورتفوليو مانجر، اي اذر ستيك هولدر يعتبروا ايه؟ من ضمن الستيك هولدر. حد فاهم حاجة؟ احنا 10 دقايق وناخد بريك، اوكي؟ بس لسه ما خلصناش. اوكي، باشمهندس ايهاب مش فاهم. مش فاهم ايه يا باشمهندس ايهاب؟ ستوب ستوب، ما حدش يكتب كومنت. ها؟ يعني ايه السبونسر يعتبر من ضمن الكلاينت؟ حلو قوي. انت الحكومة المصرية تعتبر هي السبونسر بالنسبة لمحطة بني سويف. الإجابة دي صح ولا غلط؟ هي اللي هتدفع الفلوس، ها، وهي هتاخد المحطه دي هتشغلها وهتبيع المنتج بتاعها، خلاص. فانا السبونسر اللي هي الحكومه المصريه تعتبر كلاينت بالنسبه لمحطه الكهرباء، صح ولا غلط؟ في اذر كلاينت تاني او كاستمر تاني او يوزر تاني، لكن انا بتكلم كده الحكومه المصريه تعتبر ايه؟ ها، الحكومه المصريه تعتبر ايه؟ تعتبر سبونسر، ما بين قوسين ايه؟ ها، كلاينت. السبونسر شامل الكلاينت الكاستمر، الايه شامل الكلاينت والكاستمر في الحته دي. لكن السبونسر هو بيبقى ممكن يكون الشخص اللي بيبقى ليه تايتل ان هو بيبقى عاوز المشروع، اوكي، وعاوز، حاضر 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 حاضر، عاوز المشروع ده يقوم بشكل او اخر. المعونه الامريكيه في مصر، بلاش المعونه الامريكيه، المعونه، في معونه فند كان جه من معونه كوريا الجنوبيه بانشاء 12 كوبري في صعيد مصر، كانت هي السبونسر بالنسبه للحته دي. كان مين الكاستمر او مين اليوزر؟ كان اليوزر هم اهل القريتين، خلاص. وبالتالي مين الكاستمر؟ خلاص، الكاستمر بتاع كان الحكومه المصريه، لان السبونسر هنا كانت جايبه مين؟ جايبه شركه مقاولات تبني الكباري. فبالتالي انت محتاج ان انت توضح. باشمهندسة غدا بتقول ايه؟ تقول لك الكلاينت بيساوي السبونسر because they have a requirement. على فكره الريكويرمنت جايه من البي ام او، جايه من الفانكشن، جايه من الاوبريشن، جايه من البارتنر سيلر، جايه من ناس كتير قوي. لكن السبونسر ده بيبقى الراجل اللي هو ايه؟ جاب فكره المشروع في الاساس. احتمال يبقى الكاستمر هو السبونسر. تعال نقولها بشكل تاني، باشمهندسه غدا عاوزه تبني فيلا ان شاء الله، طبعا يعني ان شاء الله في التجمع الخامس، اوكي؟ فهي السبونسر، صح كده ولا غلط؟ طب خليك معايا، هتسكني فيها يا باشمهندسه غدا؟ يبقى هي بقت الكاستمر. طيب طب احتمال هي تأجرها؟ لا، باشمهندسة غدا بس الفيز ديت، وبعد كده بقى كل الناس هتبقى الفيزا الجايه في السكن. هي مش هتسكن فيها، هتأجرها شركه ادويه. يبقى شركه ادويه دي يعتبر مين؟ ها ها، هي بتعملها بيزد على مواصفات مين؟ شركه ادويه. فبتبني الفيلا بمواصفات وستراكشر معين. فلازم تعرف الكيسه كلها، تقدر تفسر مين السبونسر ومين مين؟ ها، الكاستمر. وصلت الحته دي ولا لا؟ نخش على حاجه جديده. ممتاز. تعالى نبدأ حاجة جديدة عندنا
طبعا هنا بيتكلم في السلايد دوت على البي ام او الحته دي الاطلاع البروجكت جوفرنس او الحوكمه ان انت يبقى عندك سيستم اداري بيبقى في المشروع ماشي بشكل او اخر بيزد على اجراءات وسياسات ماشيه موجوده في الجزء ده. البروجكت تيم قلنا في بروجكت ستاف في بروجكت مانجمنت ستاف في السبورت اكسبرت في الكاستمر اند يوزر او اليوزر السيلر البيزنس بارتنر ده يعتبر من ضمن الحاجات اللي موجوده عندنا اللي موجوده في الجزئيه دي. تعالى نتكلم من فريق العمل بيبقى فول تايم او بارت تايم وده مهم جدا. كده احنا خلصنا سيكشن 1 وسيكشن 2 بالكامل. ناخد ربع ساعة ولا 10 دقايق؟ اللي موافق على 10 يكتب 10 دقايق 10 دقايق 10 دقايق 10 دقايق. نلتقي بعد الفاصل بعد 10 دقايق ان شاء الله. شكرا والى اللقاء. الصوت واضح المرة دي صح كده؟ الدمج عندنا اقل شوية المرة دي. معلش يا باشمهندس ادم هنخليها 10 دقايق 10 دقايق. شكرا نلتقي بعد الايه بعد 10 دقايق من الان. شكرا يا شباب.
بسم الله. السلام عليكم. الناس سمعني؟ تمام. مين دخل على الشانل بتاعت التليجرام ونزل الكتاب؟ واضح ان التليجرام الشانل، لو عملنا تشانل، مش عارف في ناس عندها خبرة في الموضوع ده في التليجرام ولا، التشانلز ما بيبقاش فيها تفاعل، الجروبس اللي بيبقى فيها تفاعل. انا اخترت التشانل علشان يبقى فيها اكبر عدد من الناس تقدر تخش. فانا يعني اقرر اذا كنا هنعمل جروب ولا تشانلز ولا لا في الفترة دي. طب مين شاف الكتاب وايه رأيكم في الكتاب؟ طيب تمام. ما طبعا بي ام بي لازم هنقرا كتير، بس هقول لكم طريقه المذاكره ازاي، لان طريقه المذاكره بتاعتي مختلفه شويه. لو استاذن مين من الناس اللي يقدر عنده القدره دلوقتي يكتب، هقول لكم دلوقتي الرابط telegram.me/bmstudy bmbstudy. اوكي. تليجرام مش انستجرام، تليجرام. طبعا البديل بتاع التليجرام هو الفيسبوك جروب. يعني الفيسبوك جروب هيبقى موجود عليه معظم الايتيمز، فمش هيبقى فيه مشكله بالنسبه للناس. اوكي. بي ام بي ستادي جروب، فعلا سيرش على الاسم دوت. وخد وقتك. طب نبدا يا شباب. اوكي، الناس جاهزه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا نتكلم دلوقتي في سيكشن رقم 3 عن دوره حياه المشروع او البروجكت لايف سايكل. ايه هي فكره او ايه البروجكت لايف سايكل؟ الكتاب طبعا حجمه 14 ميجا، ف 14 ميجا كتير، ما هوش قليل. فطبعا خدوا وقتكم ان انتوا تنزلوه براحتكم في اي وقت. تفضلي يا استاذة سارة، تفضلي سؤالك. طيب الكاستمر دلوقتي مشروع مدينتي، تسمع عن مشروع مدينتي؟ انت من مصر ولا منين؟ في مشروع اسمه مدينتي، يعتبر جهاز التعمير والاسكان، اسكان والتعمير، الجهاز القومي او واتيفر، يعتبر السبونسر بالنسبه للمشروعات اللي هي المجتمعات العمرانيه الجديده. هو اللي بيوزع الاراضي على المستثمرين مقابل انه بياخد الجهاز التعمير، بياخد 50% من قطع الايه، من الشقق اللي بتتبني من اي كومباوند. فبالنسبه لمشروع مدينتي السبونسر يعتبر فيه اكثر من سبونسر، من ضمنهم المين سبونسر هو شركه مجموعه طلعت مصطفى، زائد مين؟ زائد جهاز مين؟ جهاز المدينة. الكاستمر هو أنا وأنت اللي هنشتري في الشقة، هنشتري الشقة ديت. اليوزر ممكن يكون خط الإنتاج دواء من الأدوية. العمال اللي هتقف على خط الإنتاج ده بعد ما يتنشئ كمشروع هو اليوزر المستخدم بالنسبة لخط إنتاج الأدوية. فده الفرق ما بين الكاستمر واليوزر والكلاينت كإكزامبل بسيط لكذا إيه، كذا فكرة من الأفكار اللي أنا قلتها دلوقتي حاليا. تمام. المشروع أنا عاوز أبدأ أشرح حاجة دلوقتي ما بين نقط محددة. حد يعرف الفرق ما بين البروجكت لايف سايكل والبرودكت لايف سايكل؟ دورة حياة المشروع ودورة حياة الايه، المنتج. الصوت واضح مش كده؟ الصوت واضح ممتاز. خلاص نوقف الكومنت. اوكي، عندي دلوقتي ايه الفرق ما بين البرودكت لايف سايكل والبروجكت لايف سايكل؟ طبعا باشمهندس ايهاب سي اي بي خد معايا الكورس قبل كده فبيغششكم، صح كده يا باشمهندس ايهاب؟ انا فاستك خلاص في
في الجزء بتاع انت خدت معاك كورس، فانت راجل طبعا علامه دلوقتي، بس هو بيحب يجود معانا في الكورس. اوكي، بس انت كده حرقت حرقت السؤال. طيب ايه الفرق ما بين البرودكت لايف سايكل والبروجكت لايف سايكل، دوره حياه المنتج ودوره حياه الايه، دوره حياه المشروع؟ المنتج اشمل، المشروع غير متكرر، المتطلبات الاعمال، لا 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 لا. تعال نتكلم على اكزامبل بسيط جدا، الا وهو العربيه اللي اسمها، كان في عربيه مشهوره قوي في مصر كان اسمها ايه، دايو لانوس. فاكرين الدايو لانوس؟ الدايو لانوس دي ايه؟ انا قلت دايو لانوس موديل كذا، انا ما قلتش اي موديل، صح كده؟ انا قلت ايه، دايو لانوس، زي ما في بي ام دبليو اكس 3 او زي ما في تويوتا كرولا، ده يعتبر ايه، برودكت، ما بين قوسين براند، صح كده ولا غلط؟ نوقف الكومنتات يا شباب. اوكي، الدايو لانوس، هنقول ان الدايو لانوس دي ليها دوره حياه. الدائرة بتاعتي ما طلعتش حلوة شوية، فمعليش نرجع خطوتين. فنقول ان الدايو لانوس عبارة عن ايه، دورة حياة الدايو لانوس. فالدايو لانوس عبارة عن ايه، عبارة عن براند نيم. هنقول ان هي اول ما طلعت مثلا طلعت سنة 60 او في الستينات، ونقول ان هي سنة 2000 كان اخر عهد بان احنا نسمع عن منتج اسمه ايه، دايو لانوس. خلال هذه الفترة دي اسمها دورة حياة المنتج، دي اسمها ايه، دورة حياة المنتج دايو لانوس. كل 4 سنين معروف في عالم العربيات بيتم انشاء خط انتاج، علشان ان سنة من 60 ده طلعت عربية دايو لانوس الاولانية، فور اكزامبل، طبعا ما بقولش الارقام دي اكيوريت، ونقول ان سنة 64 طلعوا عربية بفيتشرز and functions مختلفة عن سنة 60. كل 4 سنين بيتم انشاء خط انتاج علشان يطلع عربيات بفيتشر and function. whatever المشروع بياخد وقت قد ايه، احنا بنتكلم على ان دورة حياة المنتج يشتمل على واحد او اكتر، one or more، من دورة حياة المشروع. اقول تاني، دورة حياة المنتج اللي هي اللي اسمها ايه، البرودكت، ها البرودكت ايه، البرودكت لايف ايه، لايف سايكل، بتشتمل على واحد، فور اكزامبل، ادي 2، ادي 3، هلم مجرة من الايه، من المشروعات. المشروع الواحد ده يعتبر دورة حياة المشروع. كل مشروع من المشروعات او البروجكت لايف سايكل بيبقى ليه فيزز، ممكن يبقى فيزا واحده، ممكن مشروع يبقى مرحله واحده، مشروع مدينتي او الرحاب مدينة الرحاب، أكتر من فيزا. أوكي، كل فيزا ممكن تلاقي فيها 5-6-10 عمارات مع كم فيلا. الفيزا الواحدة بتمر بإيه؟ بتمر بالخمس مجموعات من العمليات، initiation، ها إيه تاني، فاكرين المجموعات، ها planning، ها executing، ها monitor and control، وأخيرا مين، الclosing. يبقى إذن الأشمل على الإطلاق هي دورة حياة المنتج. دورة حياة المنتج بتحتوي على واحد او اكتر، one or more، من الايه، من دورة حياة المشروع. على فكرة انا ممكن اعمل منتج انزل بالسوق، عملت له مشروع، فشل المنتج وفشل المشروع، اللي بيحصل بقفل الموضوع. يبقى اذا دورة الحياة بتاعتي بتاعت المنتج بتتكون من مشروع واحد، والمشروع دوت مر بالخمس مجموعات من العمليات، بالرغم انه فشل، لكن ستيل احنا بنقول ان هو مر بالايه، بالخمس مجموعات من الايه، عمليات. واضح الحتة ديت يا شباب ولا لا؟ عرفنا الفرق ما بين البروجكت لايف سايكل والبرودكت لايف سايكل، وهو حد يتلخبط ما بين البروجكت لايف سايكل والبرودكت لايف سايكل من ناحيه، وما بين حاجه تانية اسمها البروجكت سكوب والبرودكت سكوب، لسه هنشرحها المحاضرات الجايه. في فرق كبير جدا ما بين الايه، ما بين الجزئيتين دول، از بروجكت لايف سايكل او برودكت لايف. انا مش احنا مش جايين نشرح في البي ام بي البرودكت لايف سايكل، احنا جايين نشرح مين، دوره حياه المشروع. دوره حياه المشروع هو عباره عن سلسله من الفيزز، ذا سيريس اوف فيزز، كل فيزه بتمر بيها من اول انيشيشن للكلوجر. يعني لما بنيجي نعمل خط انتاج لمصنع ادويه هنعمله على مرحلتين ثلاثه، فباذن دوره حياه المشروع بتاعي عباره عن ثلاثه فيز. الفيز الاولاني هنعمل دواء اكس، الفيز الثاني هنعمل معمل تحاليل او معمل تصنيع منتجات جديده او ار ان دي جديده، المرحله الثالثه هيبقى عندنا شركه تسويق ملحقه مع المصنع. يبقى اذا البروجكت لايف سايكل بيبقى عباره عن مجموعه من الفيزز، وهنا الفيزز هنا هو حاطط اس، ات مينز ان ممكن المشروع او دوره حياه المشروع يبقى فيه فيزه او 2 او 3، كل فيزه لازم تمر بالانيشيشن
كلوجر لحد كلوجر من انيشيشن بلاننج اكسكيوتنج مونيتور اند كنترول وكلوزنج. الفيزز ما قال سيكوينشال على فكره، هو ما قالش ماست بي سيكوينشال، قال لك عامه هي سيكوينشال. يعني فيزا رقم واحد بتخلص بتخش في فيزا رقم اتنين، بتخش في فيزا رقم، في بعض الحالات بيبقى في اوفرلابنج، هنعرف الكلام ده. بنقول ان في الرحاب واحد الرحاب اتنين الرحاب تلاتة، فبنتكلم ان كل فيزا بيبقى ليها الايه النمبرينج بتاعها. طب احنا بنقسم المشروع لايه؟ لمراحل. قال لك والله ممكن يبقى بسبب الفانكشناليتي، طبيعه ايه، هنعمل المرحله الاولى هنعمل اساس العماره، فبنقسم المشروع، مشروع عباره عن فيزز، او ان انا مش لاقي فلوس فالفلوس معايا شحيحه فاقسمها بزد على الفاينانشال افيلابيليتي بالنسبه على العميل طالب مني ان انا انفذ المشروع على مراحل علشان في مايلستون عشان هو يستلم برواقه السكوب بتاعه. بالنسبه لي انترميديت ريزلت هعمل دواء وبشوف الدواء دوت في المرحله الاولى لو نفع على القطط والكلاب او الفيران هبدا اطبقه على الايه على الحصينه، بعد كده هاخد اعتماد عليه في المرحلة التانية علشان المرحلة التالتة اطبقه على البني ادمين، بعد المرحلة التالتة ما يطبق على البني ادمين هبدأ اخش في المرحلة الاخيرة بيزد على الريزلت البني ادمين اقدر ابيعه وانزله في الاسواق العالمية. يبقى اذا انت بتقسم المشروع بتاعك انتو فيزز بيزد على حاجات كتيرة جدا، اوكي، لكن كل فيزا لازم بيبقى ليها بداية وليها الايه النهاية بتاعتها بيزد على السايز ومدى الكومبلستي انت بتقدر تقسم الايه المشروع بتاعك. المشروع بيمر بالشكل الجينيريك بالمنظر اللي انت هتشوفه قدامك ده، جينيريك يعني في العموم، في العموم، في العموم المشروع بيمر بالمنظر اللي قدامك ده. تيجي ناخد جزء جزء كده ونايه ونشوف الجزء ده بيبقى ماشي ازاي. تعالى نبدا مع بعض الحته دي، ادي اي مشروع، الصورة كده هتبقى أوضح. أوكي، الصورة واضحة عند الناس. المشروع بتاعنا يا شباب أي مشروع في البداية، تعال نتكلم على التكاليف بتبقى عاملة بتبقى شكلها إيه ومعدل تعيينات الستاف في بداية أي مشروع وفي النهاية وفي منتصف المشروع. في بداية أي مشروع الكوست والستافينج بيبقى في أقل صوره، ودي مرحلة الستارتنج اللي احنا بنسميها تعتبر مرحلة الانيشيشن او مرحلة مجموعة الانيشيتنج بروسيس جروب، مجموعة الايه البدء. وانس ان انت خلصت مرحلة البدء اللي هي الانيشيشن، انت بنهايتها بيبقى مفترض معاك مع العدد القليل من الستاف وبالتكاليف القليلة معاك وثيقة المشروع او البروجيكت شارتر. بنهاية حصولك على في الفيزا في المرحلة في الجزء ده على البروجيكت شارتر بتبدأ تشتغل على البلاننج، فبيحتاج ان انت تزود مجموعة الستاف عندك بيكتروا اكتر شوية، وبالتالي احنا بنبقى محتاجين الستاف، وبالتالي بزد على الستاف احنا بيبقى فيه تكاليف اعلى كمان شوية. يبقى انت دخلت في مرحلة الاورجنايزنج اند البريبيرنج، ودي اللي احنا بنسميها مرحلة الايه البلاننج. خلصت مرحلة البلاننج معاك خطة مشروع معتمدة من الستيك هولدر المناسب، بتبدأ تخش في البيك الاعظم بقى، بتبدأ تخش في الليفل بتاع الايه بتاع الوحش بتاع التنين، بتعين معظم الستاف، معظم التيم اللي بيجي اللي بياخد منك الايه ها الدولارات الفلوس المصاري كلها بتيجي في مرحلة الايه مرحلة الاكسكيوشن. المفترض ان انت في مرحلة الاكسكيوشن معك كمية رهيبة من مرحلة الاكسكيوشن من الستاف اللي بتعينه، بتوصل للكيرف بتاعك لأعلى كوست وأعلى عدد من الستاف. وانس ان انت طلعت والمونيتور اند كنترول اكسبتد للديليفرابل، انا ما قلتش طلعت الديليفرابل بس، انا قلت الديليفرابل اكسبتد، ان انت بيحصل عندك دروب بطريقه غير طبيعيه لمين؟ للستاف والايه والمجموعه الريسورسز الموجوده عندك، فالتكاليف بتقل. لكن انت دورك في المرحله دي ايه؟ اللي هي مرحله الكلوزنج، انت دورك ان انت تعمل اركايف للبروجكت دوكيمنت اللي هي متمثله في الابديت بتاع الاي اف والاو بي اي. واضحه الحته ديت؟ ها؟ طب مين بقى يمسك الموبايل بتاعه كده ويروح عامل شوت بالموبايل ياخد صوره كده محترمه ويعملها لنا شير على الايه الفيسبوك؟ ما هو المونيتور اند كنترول دي المفاجاه يا فندم بقى. لا يا باشمهندس ايهاب كده انت زعلتني، تعال اقول لك المونيتور اند كنترول ماشي ازاي، لان المشروع بتاعك كله اندر مونيتور اند كنترول هنشرحه في الصوره اللي بعد ديت. تعال نبدا نشوف الجزء اللي جاي ده هو عباره عن ايه.
الجزء اللي جاي دوت في اي مرحله من مراحل المشروع مهم جدا ان انت تعرف ان في 2 اكس مهمين قوي في بدايه المشروع. في حاجه اسمها الكوست اوف تشينج، تكلفه التغيير. تكلفه التغيير في المشروع بتبقى امتى عاليه وامتى قليله؟ انا طلبت من الباشمهندس حسن، تعالى يا باشمهندس عاوزك تعمل لي فور اكزامبل، عاوزك تعمل لي عماره سكنيه 4 ادوار. فالراجل عمل البلان، خديته ابروف، ابتدى يشتغل، عمل اساس العماره. الراجل ده وهو في البدايه سالني مره واثنين وثلاثه، انت عاوز تعمل 4 ادوار ولا هتطلع اكتر من كده؟ طب اعمل حسابي في اكتر من كده ولا لا؟ فانا كنت بقول له ايه، لا والله ما فيش مشكله، اعمل اساس العماره يشيل 12 دور. فالراجل خد التصاريح، وبالتالي احنا لسه في البدايه ما بدأناش نعمل اي حاجه. فتكلفه التغيير في ان انا اغير البلان بتاعتي من 4 ادوار ل 12 دور في البلان على الورق كلام فاضي. تعال نتخيل ان انا جيت في منتصف المشروع بعد ما طلع باساس العماره وبعد ما خد التراخيص، سيبك من التراخيص، عمل اساس العماره على اساس 4 ادوار، بقول له ايه رايك يا باشمهندس حسن، ما تيجي تعمل لي يا باشمهندس العماره دي 12 دور؟ هقول له لا، ده تكلفه التغيير ايه، زادت. طبعا كون انه يطلع باربع ادوار بس ويقفل العماره ويجي يسلمها في مرحله النهايه، فالكوست اوف تشينج هنا في اعلى صورها. يبقى تكلفه التغيير بتبقى اقل صوره ليها في بدايه المشروع، بتبتدي تزداد مع مراحل التقدم او البروجريس في البروجكت تايم او البروجريس في اعمال المشروع. على العكس، على النقيض، الريسك اللي هي مخاطر المشروع او عدم التاكد من ايتمز معينه او اشياء معينه هتنفذها عندك في المشروع في بدايه المشروع. انت انا 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 عملت ويب سايتات كتير، انا كاحمد يسري عندي شركه تانية اسمها نايل ايج، نايل ايج دي شغاله في مجال السوفت وير ابلكيشن، فان انا اعمل ويب سايتات، حد يطلب مني اعمل ويب سايت، عملت كتير، مفيش انسرتينيتي، ده كله سيرتن بالنسبه لي، مفيش ريسك. ان حد يطلب مني اعمل ويب سايت دفع الكتروني اونلاين، عملتها برضو. ان حد يطلب مني دفع الكتروني عن طريق البنك الاهلي المصري، انا ما عملتهاش. يا عم اكيد سهله، انا اعرف منين؟ It's not certain، انا مش متاكد. ده الريسك يا باشا. فالريسك في بدايه المشروع بيبقى عامل ازاي؟ لو تواجد ريسك بيبقى فيري هاي. لما رحت قعدت مع بتوع البنك الاهلي وعملت ميتنج، ادوني ريكويرمنت، ابتديت اعرف بيانات، ابتديت اعرف بعض المعلومات، ابتديت اعمل ديمو في 2 في 3، بقى الريسك يبقى ايه؟ ها، الريسك بيبقى في اقل صوره من صورها في ايه؟ في نهايه المشروع. واضحه ديت؟ ها، ده الناس نامت باين، مش كده؟ الصوت واضح؟ تمام. نخش على الحته الجايه دي. تعالى نتكلم في الجزء بتاع 2-4. السكشن 2-4 من السكشن المهمه، بالاخص 2-4-2. يعني انا كده احب اكتب لكم كده عندي في الكتاب، دايما يسالها لك في الامتحان 2-4-2. دي خطه الماتش بتاعتنا، سكشن 2-4-2. حتى الناس يا ريت تفتحها عندها في الكتاب، تبقى دايما مهمه. هو احنا هنا بنتكلم على البروجكت فيزز، وان البروجكت فيزز دي عباره عن كولكشن من لوجيك ريليتد اكتيفيتيز، مجموعه من الانشطه المرتبطه بطريقه اللوجيك، بحيث ان احنا بنقدر نطلع بنهايه الفيزز ديت الديليفرابل بتاعتي بشكل او اخر، او مور ذان ايه، المور ذان ديليفرابل اللي انا هشتغل عليها. الطبيعي بقى اكوردنج للبشمهندس ايهاب لما جه سالني فين المونيتور اند كنترول، حبيب قلبي المونيتور، المشروع كله اندر مونيتور اند كنترول، فانا مش محتاج اتكلم ان في تكاليف عاليه ولا واطيه ولا قليله ولا زياده في المشروع، لان المونيتور اند كنترول واخد جزء من بيسز من كل حاجه. فانت عندك بدايه المشروع بعد ما الراجل البيزنس اناليست والسبونسر بيمضوا ان المشروع دوت هيبدا، انت كده بدات مراحل الانيشيشن، الانيشيتنج بروسيس جروب. وانس ان انت خلصتها بتبدا تخش في البروجريسيف الابريشن بتاعه الايه، البلاننج مع الاكسكيوشن، كل ده اندر مونيتور اند كنترول. يعني المونيتور اند كنترول كان مراقب الانيشيتنج، المونيتور اند كنترول كان بيدي معاك الابروفل بتاع البلاننج، المونيتور اند كنترول كان بيدي الايه، الابروفنج بتاع الاكسكيوشن، الكلمه بتاعه الامبريلا دي بتاعتي، المونيتور اند كنترول هي الامبريلا، اوكي؟ وبالتالي المونيتور اند كنترول هو اللي بيقول اذا كنت هتعمل كلوزنج ولا ايه ولا لا، خلاص. فبالتالي دي بتبقى مهمه جدا ان انت تعمل ايه، مونيتور اند كنترول للمشروع. فالمشروع بتاعي بيبقى اندر مونيتور اند كنترول. طبعا المنظر اللي قدامك ده عباره عن وان سنجل فيز بروجكت، يبقى اذا البروجكت لايف سايكل عباره عن وان سنجل ايه فيز. في بعض الحالات بقى، ودي بقى الحته اللي هي بتاعت 2-4-2 في الكتاب اللي قلنا عليها، 2-4-2
2-4-2 بيقول ايه؟ بيقول هنا في 2-4-2 ان المشروع ما بيجي يقفل الكلوجر، اغلاق المشروع او اغلاق المرحله من المشروع بيقفل بشكل ترانسفير او بشكل من اشكال الهاند اوف. المرحله دي او نهايه المشروع، لما بنيجي نقول ادي مشروع وادي مرحله القفله بتاعته، دي نهايه الفيز. الفيزه دي ساعات بنسميها ايه؟ بنسميها ستيج جيت، بنسميها فيز ريفيو، بنسميها فيز اند ريفيو، فيز جيت، فيز اند جيت. طبعا الاسم الاشهر بالنسبه لنا في مصر هي كلمه ايه؟ مايلستون. المايلستون دي بتبقى واخده شكل من اشكال في بعض الحالات، في العديده من الحالات، او الكيل بوينت في العديده من الحالات بتبقى الكلوجر دي بتتطلب ابروفال. يعني ساعات بتتطلب ابروفال وساعات ما بتتطلبش ابروفال. طبعا صح، السلايد هنا ناقص كلمه كيل بوينت، صح؟ كويس باشمهندس نايف، شكرا. هنا بتتطلب ساعات ان يبقى في امضى، وساعات بيبقى الاتفاق على ان مفيش امضى، خلص فيز رقم واحد وخش في ايه؟ فيز رقم 2. عشان كده هنا قال لك البيمبو كاتب كلمه لئيمه قوي، قال لك ايه؟ ان ميني كيسز، ما قالش ان اول كيسز، ما قالش سام كيسز، قال لك في العديده من الحالات ذا كلوجر اوف فيز از ريكوايرد تو بي ابروفد ان سام فورم بيفور ات كونسيدرد كلوز. يعني في بعض الاحيان انت لازم ان انت يبقى في اعتماد للمايلستون او الكيل بوينت او الستيج جيت او الفيز اند ريفيو لاعتبار ان المرحله دي خلصت فنخش في المرحله اللي بعديها. ساعات بطلبها منك معتمده بشكل فورمال رسمي امضى، ساعات بطلبك ان انت ايه؟ خلصت يلا خش على ايه؟ خش على اللي بعده. الحته دي خلي بالك مهمه جدا، وارد انها تجيلك ايه؟ في الامتحان. في عندك ريليشن شيب او فيزز بشكل او اخر بتبقى موجوده عندك في المشروع، اللي هي الفيز تو فيز او وات ايفر العلاقات. في عندي سيكوينشال وفي عندي علاقات ايه؟ اوفرلابنج في المشروع. السيكوينشال زي ما انت شايف، خلصت مرحله ايه؟ اختراع الدواء، بخش في مرحله الاختبار والتستنج، بخش في مرحله مثلا التصنيع. هنا الفيزابيلتي مثلا او فاسيليتي، هنا بنعمل الايه؟ الكلين اب والووتر الويست ريموفال، هنا بنعمل لاندسكيب. ده ادي ثلاث مراحل، الثلاث مراحل لازم يبقوا سيكوينشال لان دول الثلاثه ايه؟ فيز. ابروفال من الستيك هولدر المناسب، مش شرط يبقى الاونر. انا ممكن ما ابقى الاونر وفوت الباشمهندس نايف هو اللي هيمضي مكاني الستيك هولدر، ممكن ما انا بنك ابو ظبي افوض الاستشاري هو اللي يمضي. انا مش 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 متحدده فورمال رسمي، انا بنكتبها بي ام اي. ايه بي ام اي؟ بتقول الستيك هولدر الايه؟ المناسب. الاوفرلابنج، ادي مشروع احتمال ما تفتحش في المرحله الثانيه في تصنيع الدواء، وما تقفلش قصدي المرحله الاولى اللي هي الديزاين فيز، الا ما يكون الكونستراكشن بدا يشتغل وما عندوش مشاكل. ساعات بيبقى طالب ان يبقى في اوفرلابنج، تفضل فاتح الديزاين فيز مرحله بتمثل 25% من الكونستراكشن لحد ما نشوف اذا كان في ريكويرمنت بتيجي تغيرات في الكونستراكشن ولا لا. وبالتالي دي بتبقى مهمه جدا ان الديزاين فيز هنا مع الكونستراكشن يبقوا عاملين ايه؟ ها، في تداخل او اوفرلابنج ما بينهم ما بين بعض بشكل او ايه اخر. في الاطلاع عندك في الكتاب في 2-4-2-2 انواع اللايف سايكل، دورات حياه زي البريدكتيف اللي هي التنبؤيه، واللي هي الجزء الخاص بانواع اللايف سايكلز الموجوده في اي مشروع من اشياء ثانيه، يا ريت تبص عليها. او الاتريتيف او اللي هي الاتريتيف الانكريمنتال، دي نطلع عليها ونشوف لو في اي حد عنده اي استفسار تمام نقدر نشتغل عليها. حد عنده سؤال في الجزء اللي فات دوت؟ الصوت واضح؟ لسه ما دخلناش في البروجكت شارتر، نستنى شويه وهنخش في الايه؟ بروجكت شارتر. قلنا البيمبو جاي بيحتوي على 47 عمليه متقسمين على 5 مجموعات من العمليات، صح كده ولا غلط؟ وفي نفس الوقت عندي 10 مجالات معرفيه: انتجريشن، عندي سكوب، عندي تايم، عندي كوست، الكواليتي، هيومن ريسورس، الكوميونيكيشن، الريسك، البروكيورمنت، اند الايه؟ الستيك هولدر. على حسب، في مثلا في الاوفرلابنج معظم الار ان دي اللي هي الريسيرش اند ديفلوبمنت بتاع صناعه الادويه بتبقى عاوزه اوفرلابنج،
اوكي. فانا هستخدم ليه اوفر، هستخدم سيكوينشال ازاي؟ ما اقدرش اصنع الدواء واقول ان هو كده تمام وانزل اصنعه على طول يا باشمهندس، ما ينفعش، احتمال يحصل مشكله، لازم ابقى عامل عامل اوفرلابنج. لو انت عندك التصميم انت اكيوريت ومتاكد منه وما عندكش اي افتراضات متغيره، استخدم السيكوينشال. طب لو لا ده انا هعمل تصميم على الستايل الاسباني واول مره انفذه، خلاص خلي الراجل الايه الفيزا بتاعت الديزاين شغاله اوفرلابنج مع المين، مع الفيزا بتاعت الكونستراكشن. طب لا ده احنا عملنا شغل ده ومفيش ريسك قبل، مفيش ريسك كبير في مشروع، الريسك يكون منعدم، خلاص اشتغل سيكوينشال. فايه المتطلبات كلها بتبقى جايه في الحته بتاعت الريسك والانسرتينتي، انت متاكد ولا مش متاكد؟ لو متاكد في الغالب انت هتشتغل سيكوينشال. اوفرلابنج انت بتبقى محتاج ترجع وتغير وترجع وتغير كذا مره، بروجريسيف الابوريشن بيبقى بتاعك عالي شويتين. اي مشروع بنشتغل عليه او اي في المشروع بيبقى فيه 47 عمليه، مش لازم نستخدمهم كلهم بالكامل، لا احنا وظيفتنا ان احنا نعمل تفصيل او تحديد للعمليات اللي احنا بنشتغل بيها. فعندي 47 عمليه هنتكلم عليهم بعد الايه، بعد البريك، عندنا بريك كده 10 دقائق كمان اوكي، وهنخش على الانيشيشن. مين جاهز؟ ناخد بريك 10 دقايق، 10 دقايق ونلتقي بعد الفاصل ونخش انيشيشن يا شباب. اشوفكم على خير.
جاهزين يا شباب؟ مين جاهز؟ طيب هنشرح كده حاجة صغيرة مهمة جدا. الناس سامعاني؟ انا لسه ما بداتش، انا بس كنت برفع السلايد دوت. حاضر، انا مش هخش في الانيشيشن النهارده علشان ما تقلش عليكم، وهنحاول ان احنا نخلص بس الشرح بتاع السلايد دوت ونقول طريقه المذاكره ماشيه ازاي. فارجوكم ركزوا معايا في اللي هشرحه في الجزئيتين اللي جايين دولت. اوكي، الصوت واضح مش كده؟ في حد عنده مشكلة في الصوت النهاردة؟ أعتقد أن المحاضرة دي الصوت أوضح بكتير من المحاضرة اللي فاتت، صح كده؟ ممتاز ممتاز ممتاز. طيب الحمد لله الحمد لله، أنا يعني تقريبا عرفت السبب، فالحمد لله. لا يوجد صوت. إيه يا باشمهندس خالد؟ حد يشوف الباشمهندس خالد يا جماعة؟ لا حد يكتب له ان الصوت واضح، يعني ما حدش يكتب واحد الصوت تمام. ايوه كده، ده باشمهندس احمد ما كتب كده، الصوت تمام 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 تمام. طيب اوكي، تعالوا نبدا نتكلم على العمليات اللي موجوده عندي. ايوه، المحاضره اللي فاتت في تسجيل ليها. اوكي، وبالتالي دي نقطه مهمه قوي نبقى عارفينها. طيب مهم جدا على فكره، انا عندي على السيستم بيتسجل مين اللي دخل حضر المحاضره النهارده، فاتمنى ان الناس كلها تحضر المحاضرات، لان اللي هيحضر هو اللي هياخد الشهادات. ما هو حضرتك يا باشمهندس احمد اوريدي في فيديو المحاضره اللي فاتت متسجله وموجوده اونلاين. لازم تحضر عشان تاخد الشهاده يا فندم. تمام، نبدا نخش في الحته دي. اكوردنج بي ام اي، انت عندك الخمس مجموعات اللي موجوده في البيمبو جايد، هما الانيشيتنج بروسيس جروب، عندي البلاننج بروسيس جروب، عندي اكسكيوتنج، عندي المونيتور اند كنترول، وعندي الكلوزنج. تعال نسجل مع بعض الارقام ديت. طب اعتقد باشمهندس خالد هو اللي عنده مشكله في الصوت، صح كده؟ هنحاول نعمل زوم طبعا. حاضر، انا عندي هنا بالنسبه للانيشيشن، اكوردنج بي ام اي 13% من اسئله الامتحان بتبقى موجوده في الانيشيشن. 13% من اسئله الامتحان تبقى موجوده في الانيشيشن. هندي النسب المئويه بتاعتي، يعني انا لو عندي المشروع بتاعي خد 1000 ساعه، فانا 130 ساعه بكتبهم في الابلكيشن بتاعي في بي ام اي، بقول ان 130 ساعه انا قضيتهم في الايه، في الانيشيشن. بنيجي في مرحله البلاننج، انت في مرحله البلاننج في 24% من اسئله الامتحان بتبقى موجوده في البلاننج. اكسكيوتنج اكوردنج لاخر ابديت 31% من اسئله الامتحان بتبقى ايه، اكسكيوتنج. المونيتور اند كنترول 25% من اسئله الامتحان بتبقى مونيتور اند كنترول. اخيرا عندي 7% من اسئله الامتحان بتبقى موجوده ايه، 7% من اسئله الامتحان بتبقى موجوده في مرحله الايه، الكلوزنج. بالنسبه للانيشيشن انا عندي كام عمليه، انا عندي في الانيشيشن عندي عمليتين فقط لا غير. بالنسبه للبلاننج عندي 24 عمليه، تقريبا اكتر من نص العمليات موجوده في مرحله البلاننج، ودي معظم الورقيات بتبقى موجوده عندي في هذه المرحله. عندي بالنسبه لمرحله الاكسكيوتنج عندي في اقل عدد عمليات لاكبر عدد
نسبة مئوية عندي 8 عمليات، عندي 8 عمليات وتيك كير. الناس اللي بتقع في الامتحان هي بتقع بسبب الاكسكيوشن. ليه بسبب الاكسكيوشن؟ مش عشان واحد مش عشان 31% من اسئلة الامتحان، لا، علشان اسئلة الاكسكيوشن هي اسئلة مواقف، وبالتالي أسئلة المواقف دي بتبقى أسئلة بتبقى بتسأل في التيبس and tricks أكتر من هي بتسأل في البروسيس بطريقة مباشرة. عندي 11 عملية موجودين في المونيتور and control بيمثلوا 25% من أسئلة الامتحان. آخر حاجة عندي عمليتين فقط لغير موجودين في الكلوزنج بيمثلوا قلنا 7% من أسئلة الامتحان. إيه الأوتكم؟ إيه اللي بستفيد بيه من العمليات اللي انا بشتغل عليها؟ تعالى ناخد كده نفسنا كده بالراحة ونشوف الايه الكلام ده بيمشي ازاي. خلي بالك المنظر اللي قدامكم ده هيتشرح مرة واثنين وتلاتة، بس كل مرة هنشرحها بشكل مختلف، فانا بقولها تاني وبسجل النقطة ديت. اللي بيحضر اول مرة بيسمع فيها شكل التشارت ده او شكل الماتريكس دي بيتقال فيها ايه، بيقدر يجمع الكلام دوت في المراحل اللي بعد كده. اعتقد الناس اللي خدت معايا كورس بطريقه مباشره عارفه الكلام ده كويس قوي، فحاولوا تركزوا معايا في الكلام اللي بيتقال. عندي الانيشيشن. الانيشيشن لو تم تنفيذ الانيشيشن بنجاح في المشروع، فانت عندك بمنتهى البساطه طلعت عمليتين، عملت الديفلوب بروجكت شارتر، وفي عمليه تانية اسمها ايدنتيفاي للستيك هولدر. عندي العمليه التانية اللي هي ايدنتيفاي للستيك هولدر. ايه اللي بيتم في الانيشيشن؟ في الانيشيشن انت بتعرف مين مدير المشروع، وبتعرف ايه هي صلاحياته، وبتعرف مبدئيا هاي ليفل وبطريقه رافلي الهاي ليفل ريكويرمنتس، وبتعرف الايه الهاي ليفل ريسك، وبتحدد الستيك هولدر، بتحددهم لكن مش بتحللهم. بيتم تحديد الستيك هولدر في الديفلوب في البروجكت شارتر. الوثيقه ديت لو اتعملت مين اللي بينفذها؟ اللي بيكرييت البروجكت شارتر هو مدير مشروع، واللي بيعمل ابروف للبروجكت شارتر هو السبونسر او الانيشيتور بتاع المشروع. وبالتالي البيانات الموجوده في مراحل الانيشيشن هي بيانات ايه؟ اكتبوا الكلمه ديت، هي اوليه. هي بيانات ايه؟ هي بيانات اوليه مبدئيه، هاي ليفل انفورميشن، هاي ليفل ريكويرمنت، البيربز من المشروع. لا يوجد اي توضيح او اي وجود للسكوب بتاع المشروع. السكوب لا يتم تحديده في الانيشيشن، اوعى تغلط الغلطه ديت. السكوب يتم تحديده فقط في البلاننج، اوكي، لكن بيبقى فيه هاي ليفل ريكويرمنت. كلمه سكوب دي هنعرفها فيما بعد. لو انت عرفت لو عملت بروجكت شارتر بيطلع شهاده ميلاد، الايه شهاده ميلاد، البيرث ديت بتاع المشروع بيبقى بدايته بتحددت هنا. وساعات في الانيشيشن بيتم تحديد كمان المشروع دوت هيخلص امتى، لان بيحط لك ساعات ممكن كونسترين في المشروع بتاعي بشكل او اخر. لو انت خلصت الانيشيشن انت خلصت العملية الاولانية وعرفت المدير المشروع وصلاحياته المبدئية عبارة عن ايه. بيزد على البروجيك شارتر اللي تم تحديد فيها الستيك هولدر انت بتبدأ العملية رقم 13-1. انا بحب اقول الارقام على فكرة، فبحب اقول الارقام علشان الناس تبتدي ايه تقرا معايا اسم العمليه. عمليه رقم 13-1 اسمها ايدنتيفاي ستيك هولدر. ايدنتيفاي ستيك هولدر هنا انت بتبتدي تحلل وبتبتدي تحدد وبتبتدي تعرف مين الستيك هولدر وبياناتهم واتصالاتهم ومين ايه لا ما بتعرفش طلباتهم. اوعى حد فيكم يغلط ويقول ان انت العمليه رقم 13-1 انت بتقدر تعرف طلبات الستيك هولدر. لا يا فندم، طلبات الستيك هولدر بتتحدد في عمليه تانية اسمها 5-2 كولكت ريكويرمنت، لكن في ايدنتيفاي ستيك هولدر انت بتعرف طلبات المشروع اللي عاوزاها من الستيك هولدر ده. اكزامبل، باشمهندس شريف عاوز يبني الفيلا زي الفيلا اللي اتبنت قبل كده في الايه في قبل البريك، فاكرينها؟ اوكي، عاوز يبني فيلا، فعنده في جار اللي جنبه، جار اللي جنبه بلاش الجار اللي جنبه، في جهاز مدينة التجمع الخامس ليها اشتراطات بناء وايه وفي البناء. فبالتالي باشمهندس شريف حدد ان جهاز مدينة التجمع الخامس هو يعتبر ايه؟ يعتبر ايه؟ يعتبر ستيك هولدر. فانا بالتالي انا مشروعي بيطلب ايه من جهاز مدينة التجمع الخامس؟ ان يديني ترخيص الارض في الحيازة ويديني الكراسة الاشتراطات. انا ممكن ابقى معايا الحيازة لكن مش عاوزين ابدأ، فانا بالتالي بتوقع منهم ايه. يبقى دايما في الايدنتيفاي ستيك هولدر انت بتعرف المشروع عاوز ايه من جميع اطراف الايه المشروع.
فانت بالتالي لازم تحددهم وتحللهم وتشوف المشروع تأثيره ايه على الستيك هولدر وطلبات المشروع ايه من الستيك هولدر. حد فاهم الحته دي يا شباب ولا لا؟ لا اعتقد في صوت طبعا، لو انه ما فيش صوت الناس هتبهدلني. اوكي صح ولا غلط؟ يبقى اذا انا خلصت الانيشيشن. حد يفكرني كده كم في الميه من اسئله الامتحان في الانيشيشن يا شباب؟ كم في الميه من اسئله الامتحان في الانيشيشن؟ 13% من اسئله الامتحان بتبقى موجوده انيشيشن. خلصنا، دخلنا على المرحله اللي بعديها، هي مرحله مين؟ البلاننج. اوكي، ايه اللي بيتم في البلاننج؟ اللي بيتم في البلاننج الوضع بيبقى مختلف شويه، لان في البلاننج في عمليه اساسيه. خلي بالك العمليات اللي موجوده كلها باسم 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 كلها مع عمليات بتاعه الانتجريشن، وهي اللي بتقود العمليات. يعني عمليه ديفلوب بروجكت شارتر هي اللي بتقود الانيشيتنج بروسيس جروب، وعمليه الديفلوب بروجكت مانجمنت بلان هي اللي بتقود البلاننج. في حاجه نسيت اقولها، احنا عندنا في الكورسات اللي بننفذها في ايفورست سواء جوه الشركه او بره الشركه دايما بيبقى عندنا في 5 ميني وركشوب صغيرين. هنا في وركشوب طبعا ما عندناش مجال ان احنا نتكلم فيه، هو اسمه الاسانسير. الاسانسير دوت فكرته ان احنا عندنا اسانسير هيتبني، فبنحدد ازاي ستيك هولدر. طبعا بنطبع الورقيات بتاعت اداره المشروع وبنبدا نبتدي نطبعها للمتدربين، وبنقسم الفريق الى فرقتين او ثلاثه على حسب العدد، بحيث ان احنا نابلاي بشكل ورقيات اداره المشاريع بتاع بي ام اي ازاي بيطبق. عندنا طبعا في حاجه اسمها مصنع البسكوت، عندنا الاسانسير، عندنا حاجه اسمها المنغنيك، عندنا في حاجه اسمها مصنع، مش مصنع كراسي، مصنع الفرنيتشر، عندنا في عندنا وركشوب ثانيه بنطبقها، اهمهم الوركشوب بتاعه الايه الهرم اللي احنا بنشتغل عليها. تمام، عندي في عمليه رقم 4.2 اللي اسمها ديفلوب البروجكت مانجمنت بلان. هنا دي العمليه مختصه بايه؟ عمليه رقم 4.2 دي مختصه يا فندم بان هي تبدا تنفذ مجموعه من الخطط الفرعيه. في خطه فرعيه خاصه بالسكوب، خطه فرعيه خاصه بالايه السكادول، في خطه فرعيه خاصه بالكوست، مجموعه من الخطط الفرعيه. لذلك العمليه رقم 4.2 هي اللي بتدي اوردر ل 5.1. 5.1 ده ايه؟ ده اللي بيطلع خطه السكوب اللي بيتم بناء عليها بتجمع الريكويرمنت، اللي بناء على خطه السكوب بتجمع الايه، بتحدد الايه السكوب بتاعك، بتقطع المشروع بتاعك لباكجات، بتعمل كرييت الدبليو بي اس. اذا 4.2 هو اللي بيقود وبيمانج وبيديفاين الاعمال اللي هتتم في السكوب. لو احنا خلصنا السكوب، الاوتبوت بتاع السكوب بيطلع يتحط في الصندوق، الصندوق بتاع البلان بمعنى اصح. بزد عليها بقدر ادي اوردر ل 6.1. انا 4.2 ببدا اشتغل في البلان بتاع السكادول، واحدد الانشطه وارتب الانشطه كسيكونس لوجيك صح، واحدد المتطلبات بتاعتي، واحدد الاكتيفيتيز، وابتدي اديفلوب الايه استيميتد ديوريشن، واطلع الجدول الايه الزمن. الصوت واضح؟ في اتنين اشتكوا من الصوت، في باشمهندس وجدي وباشمهندس شريف. الصوت واضح؟ طب الحمد لله. تمام، بزد عليها يبقى انا عملت الاسكادول. بزد عليها بقدر اخش ايه 4.2 بتدي الاوردر بتاعها، بتدي الاوردر بتاعها. لا كروان كده، لا ده انا اغني بقى. لا استنى بقى يا جماعه، كروان ايه باشمهندس؟ انت كده بتغرغر بيا يا باشمهندس محمد، صح ولا ايه؟ لا ثواني اجيب العده بقى عشان هيبقى فيه ايه، يبقى فيه شغل كويس. 7.1 بلان الكوست، بحدد الايه باستمت الكوست بالنسبه للانشطه، ببدا احدد البادجت. وهنا انا بتكلم في الكوست والسكوب والتايم، السكوب والتايم والكوست. السكوب بطلع بيز لاين، في الكوست والسكادول بطلع 2 بيز لاين، فدولت الثلاثه بيز لاين اللي موجودين عندي في الايه المشروع. بناء عليها بشتغل 8.1 واحدد الكواليتي ستاندر اللي انا بشتغل عليها والريكويرمنت بتاعه الكواليتي، ببدا احدد الادوار والمسؤوليات بتاع التيم اللي بيشتغل معايا. كل ده بيتجمع عند 4.2 فوق على فكره. 4.2 عمال يحدد كمان الخطه بتاعه الكوميونيكيشن وهيتم التواصل ازاي في مشروع. بناء عليها 4.2 بدا يعمل بلان ويدنتيفاي الريسك ويبدا يشتغل عليها ستيب باي ستيب. بناء عليها حددت ايه الحاجات اللي هعملها بروكيورمنت من خارج فريق العمل، وابتدي اعمل بلان ازاي هبتدي احصل عليها من خارج فريق العمل، وابدا اعمل بلان للستيك هولدر بناء على لستة الستيك هولدر الموجوده. كل الكلام ده بيتجمع كخطط فرعيه،
كل الكلام ده بيتجمع كخطط فرعيه عند العمليه اللي اسمها 4-2. 4-2 بيعمل ايه؟ يجمع السبسيدري بلانز، كل الخطط الفرعيه، وبناء عليها يبدا يطلع كومبريهنسيف بروجكت مانجمنت بلان، خطه مشروع متكامله. لو الخطه دي يا شباب تم اعتمادها رسمي نظمي، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ نبدا نخش على مين؟ نبدا نخش على 4-3 اسمها ايه؟ اسمها direct and manage the project work. هنا الوظيفة الاساسية الاربعة تلاتة زي في المسرحية ما كان يجي، انت جاي تشتغل ايه؟ انا جاي شغل سواقة. انت اربعة تلاتة جاي تنفذ، يجيب البلان. انت اربعة تلاتة بتنفذ ما تمت الاتفاق عليه في البلان. وبالتالي انت هنا في اربعة تلاتة انت الاساس بتاعك انك تطلع ايه؟ حد عارف انا بطلع ايه في الاربعة تلاتة؟ ها؟ بطلع الايه؟ الديليفرابلز. وانا بطلع الديليفرابل احتمال يكون في طلبات تغيير. اوكي؟ واحتمال، لا ده مش احتمال، ده انا اساسي بطلع حاجة اسمها الورك بيرفورمانس داتا، ودي دورة حياة هنشرحها لكم بالكامل. الورك بيرفورمانس داتا، ورك بيرفورمانس انفورميشن، الورك بيرفورمانس ريبورت. انا 4-3 يقوم بتنفيذ ما تم ذكره في البلان. خلي بالك 4-3 في تاسك التاني بيعمله مع 4-5، هنشرحه لما نوصل للمونيتور اند ايه كنترول. حجم المشروع عامل ازاي يا باشمهندس مجدي؟ انا ما اعرفش، ممكن يبقى بيتقطع، بنبدا اجزاء بناخد عليها ابروف من بلان فرعيه وبنبدا نشتغل. وفي ساعات لا تخلص البلان وتبدا اتفاق مع السبونسر وحجم المشروع ومدى التعقيد اللي فيه هو اللي بيحدد لي انا بشتغل ازاي. 4-3 هو بيشتغل، ما بيشتغلش لوحده، ده محتاج واحد يدقق معاه في الايه، في الكواليتي بروسيس ماشيه ازاي وبتتنفذ ازاي، فبيقف على دماغ التيم ويبدا يحدد لهم البروسيس دي بتتنفذ ازاي ويشرحها لهم بشكل او اخر. الكارثه الكبيره في الثلاث عمليات دولت لان هم موجودين في الكتاب بطريقه سهله وميسره، لكن في الاسئله العمليه بتاعتها ازاي بتحصل على فريق العمل الاكواير بروجكت تيم اكوردنج على 9-1، ازاي بتقدر تديفلوب التيم وتمرنه، ازاي تكون الفريق، ازاي تمانج التيم 9-4. فعليا 9-2 و9-3 ما بقدرش امشي حد من التيم لان هم لسه متعينين، لكن 9-4 وانت بتمانج التيم احتمال يبقى عندك القدره على انك تعمل تشينج ريكويست. عندك برضو عند فكره تقدر تعمل تشينج ريكويست في العمليه رقم كام؟ 8-2 اللي هي بيرفورم كواليتي اشورنس. الكلام ده طبعا هنشرح دوره حياه التشينج ريكويست كلها بالكامل في محاضره خاصه. ازاي تمانج الكوميونيكيشن بيتم من العمليه رقم 10-2. الكلام ده كله مع الكوندكت بروكيورمنت، هنا اللي بتعمل عقود، هنا اللي بتدي اوردرات ان انت تشتري منتجات معينه او مخرجات معينه هتساعدك في المشروع او رو ماتيريال. بتقدر تمانج الستيك هولدر. كل الكلام ده بيساعد، السبع عمليات دول بتساعد العمليه رقم ايه 8 اللي هي مين؟ في الاكسكيوشن اللي اسمها دايركت اند مانج بروجكت ورك، العمليه رقم 4-3. المفترض مين اللي شغال من اول يوم لاخر يوم في المشروع يا جماعه؟ مين الامبريلا اللي احنا كنا قلنا عليها؟ فاكرين مين الامبريلا؟ عمليه مين؟ مجموعه العمليات بتاعت مين؟ المونيتور اند كنترول. المونيتور اند كنترول بروسيس جروب اللي هي فيها 11 عمليه بيمثلوا 25% من اسئله الامتحان. المونيتور اند كنترول بيبقى فيه عمليتين اساسيين موجودين في الانتجريشن، عمليه اللي هي 4-4 مونيتور اند كنترول بروجكت ورك، وده المعلم الكبير الكوماندا اللي وظيفته انه يراقب كل اللي تم الاتفاق عليه في البلان. مش معقوله انا في 4-2 بعمل بلان ونفذه بيشتغل بطريقه بلدي في 4-3، فبناء عليها 4-4 هو اللي كان معايا بخطوه بخطوه وانا بعمل البلان، وبنفس الوقت بيراقب 4-3 وهو بايه بينفذ مين الايه البلان ديت عشان يطلع الديليفرابل. بس في نفس الوقت الراجل لو في طلبات تغيير جت 4-3 مطالب ان هو ينفذها عن طريق مين اللي بي 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 بيقبل ويقيم ويشوف مدى تاثير الطلبات التغيير؟ العمليه اسمها 4-5. اسمها ايه 4-5؟ اسمها البرفورم انتجريتد تشينج كنترول. على فكره احنا بنشرح اوفر فيو، احنا بنشرح مقدمه على العمليات. هو حد يفتكر ان احنا هنخلص النهارده البين بوك؟ ها؟ هو حد يتخض ويقول لك ايه البتاعه ديت؟ احنا بناخد اوفر فيو كده نظره سريعه، والفيديوهات ديت موجوده هتسمعها مره واثنين وثلاثه وهتبقى اوضح اكتر واكتر واكتر على مدار العمليات الكتيره اللي احنا بننفذها. عندي عمليات موجوده في السكوب في غايه الاهميه، فاليديت سكوب. العمليه ديت لو عاوز اكتب كده جنبها كلمه هكتب دي قاعده تسليم وتسلم. دي العمليه اللي العميل بيستلم فيها المنتج بتاعي. خلاص، وبالتالي فاليديت السكوب ديت من العمليات المهمه اللي انا بقدر اجيب العميل احطه قدامي وابتدي اطلع له الديليفرابل قدامه ممضي
من الكواليتي وبيزد عليها هو بيستلم مني. وانا في نفس الوقت عندي عمليه كنترول سكوب. خلي بالك الكنترول سكوب مع الفاليدي سكوب شغالين مع بعض, ما فيش حاجه ما لهاش علاقه ان 5 5 الاول و5 6. هنشرح الكلام ده في المحاضرات الجايه ان شاء الله, ان مين شغال قبل مين. تعال نبدا نشوف اللي بيتم بعد كده. عندي بعد كده في عمليه اسمها كنترول سكادول. وظيفه الكنترول سكادول ان يراقب الجزء الخاص بالجدول الزمني. انا عندي تاسك مدته 4 ايام, فببتدي اقسمه 4 ايام كده علشان اكنترول بشكل او اخر. ده فور اكزامبل اليوم الاولاني بدات الساعه 9, نهايه اليوم الساعه 5. هل طلعت الديليفرابل اللي انا محتاجه ولا لا؟ هل في تاخير عن الجدول الزمني؟ لا يا فندم, انا خلصت 25% من ايه, من المطلوب. طب اليوم الثاني, اليوم الثالث؟ لا والله في مشاكل في اليوم الثالث, ده احنا محتاجين يوم خامس. هنبتدي نعمل ايه؟ نعمل تشينج ريكويست. انا ككنترول سكادول وظيفتي ان انا اراقب واتحكم في الجدول الزمني المشروع. طب 7-4 كنترول كوست ذا سيم, او زي الهنود ما بيقولوا سيم زي السكادول بالظبط. بس انا هنا بنقل الدفع على مين؟ على الكوست. هراقب التكاليف. انا في 10,000 ريال او 10,000 جنيه هصرفهم في خلال الاسبوع دوت, وبالتالي انا المصروفات ديت متقسمه ازاي. فاراقب المصروفات, هل هتخطاها هل مش هتخطاها, انا محتاج ان انا اطلع الايرنت فاليو ازاي, هنحسب, هنعمل تقديراتنا, هنعمل تنبؤاتنا ازاي. الكلام ده كله هنعرف نطلعه ازاي من عمليه رقم 7-4 اللي هي كنترول ايه, الكنترول كوست. زي باشمهندس حسين قال لك الايه, ها قال لك الفوركاست التنبؤات بتاعتي. الكنترول كواليتي دي الامضة الجامدة الجميلة اللي بيمضيها الاستشاري اللي ما بين قوسين اسمه الكنترول كواليتي, اللي لو مضي على الديليفرابل ان هو سليم ومطابق للكواليتي اقدر اعمل العملية بتاعت 5-5 ان انا اسلم للايه للسبونسر. في نفس الوقت انا عندي الكنترول كوميونيكيشن, اراقب التغيرات بتاعتي او الكوميونيكيشن ماشي ازاي. على فكرة البينبوك 6 مش هيبقى اسمها كنترول كوميونيكيشن, هيبقى اسمها مونيتور الكوميونيكيشن. فخلي بالكم دي هتبقى موجوده ومهمه جدا. وهنا مفيش عمليه موجوده في الاي اتش ار, لكن هيبقى موجوده حاجه اسمها كنترول الريسورسز, لان مش هيبقى في حاجه اسمها اتش ار في البينبوك 6. بالنسبه لكنترول الريسك, انا كنت حددت ان في مجموعه ريسكات وعملت لها خطه مواجهه. فالريسك ده لو ظهر انا هتراقبه ازاي؟ طب هل هيطلع بنفس القوه بنفس الشده؟ هبتدي اطلع ورك بيرفورمانس انفورميشن ازاي؟ الكلام ده من خلال كنترول الاي الريسك. هبتدي اشوف العقود, مين اللي ملتزم مين اللي مش ملتزم. هبتدي اصرف الفلوس, اطلع حوله كليمز. الكلام ده بيتم من خلال كنترول البروكيورمنت. عندي اخر حاجه مهم جدا ان انا اعمل كنترول ستيك هولدر. مفيش حاجه اسمها كنترول ستيك هولدر, انت قريت الجمله غلط. اسمها كنترول الستيك هولدر انجيجمنت. انا بعمل مراقبه وبعمل تحكم في مشاركه الستيك هولدر في المشروع. زي هنا كنت بدير الانجيجمنت بتاع الايه الستيك هولدر. احنا ما بنعملش مشاريع عشان ايه, احنا ما بنعملش مشاريع عشان نراقب الخلق يا جماعه. الصورة مش واضحة. طيب ها كده واضحة يا شباب؟ تمام ممتاز. فانا كده خلصت الايه الجزء الخاص. وانا بقفل المشروع بشكل او اخر لازم اقفل البروكيورمنت بتاعتي. كان في فيندور سلمني حاجه, بعمل ابديت في الاو بي اي ان الراجل ده تمام او الراجل دوت ما يعتبر الدروس مستفاده ان احنا ما نشتغلش معاه تاني باي شكل من الاشكال. بزد عليها بقدر اقفل المشروع او اقفل مرحله من الايه مرحله من المشروع. ده اللي احنا قلنا عليه, او اللي احنا زي ما بيقولوا عليه كده, ده كده الايه الماتريكس. طبعا الصوره الحلوه الجميله اللي اتشخبطت واتبهدلت دلوقتي ديت هنشرحها مره واثنين وثلاثه. بناء عليها احنا كده تقريبا عملنا اوفر فيو بسيطه جدا على الايه على البينبوك بتاعنا بشكل او اخر. المحاضره الجايه طبعا هنبدا في الانشيشن. انا ما خلصتش, انا لسه عندي جزء مهم جدا هشرحه, بس مش هبدا النهارده انشيشن, لان انا طبعا لو بدات انشيشن انا عارف كميه الشتائم الناس ممكن تبهدلني فيها النهارده. انا ايه هستأذنكم من المحاضرة الجاية, هنبدأ في الانيشيشن إن شاء الله, وهنخش من الانيشيشن المحاضرة الجاية على جزء من البلانينج. مين اتفرج على الفيديو بتاع المحاضرة اللي فاتت يا شباب؟ مع الاعتبار طبعا الصوت ما كانش واضح. طيب باشمهندس قصي صح كده؟ لا الفيديو موجودة في نفس الغرفة في جدول تحت كده, هتلاقي موجود فيها الايه موجود فيها الفيديوهات ان شاء الله. لو في اي حاجة كلمني على الواتساب بكرة الصبح, التيم اللي عندي هيقدر يساعدك ان شاء الله. اوكي
دي المنظر الماتريكس اللي قدامنا هنشرحها تاني وتالت ورابع وخامس لحد ان شاء الله ما تبقى الجزء ده واصل. اهم حاجه مش ان احنا نعرف العمليات، اهم حاجه نعرف العمليات دي بتتناغم مع بعضها ازاي. فلذلك في حاجه اسمها ايه، زي ما باشمهندس احمد قالك تحت جوين السيشن، فتحت الزرار بتاع جوين السيشن هتلاقي الحته. اهم حاجه تعرف الفلو. ففي عندنا دوره حياه للديليفرابل، دوره حياه للتشنج ريكويست، دوره حياه للكواليتي، دوره حياه للورك بيرفورمانس ذات انفورميشن ريبورت هنشرحها فيما بعد بشكل او اخر، ودي ان شاء الله هتبقى عند كل الناس تبقى واضحه خلال المراحل الجايه. البرزنتيشن هتترفع على التليجرام، هتترفع كمان برضو على الواتساب على الفيسبوك جروب. اوكي طيب تيجي نتكلم في طريقه المذاكره. البروجكت سبونسر هو اللي بيأساين في بداية المشروع. اوكي نقدر نبدأ الجروب بتاعنا اللي هو اسمه بي ام بي اكزام بريب. ده جروب ولا لا؟ السؤال كده اتلخبط، انت بتسأل على التليجرام ولا بتسأل على ايه يا باشمهندس؟ باشمهندس حسين ولا حسنين؟ حسنين على الفيسبوك. هكتب لك دلوقتي بعد ال هكتب لحضرتك دلوقتي الواتساب جروب، لو الفيسبوك جروب، يا ريت لو حد يقدر يعمل بوست لليو ار ال بتاع الفيسبوك جروب يا جماعه، لان انا مش افيلبل دلوقتي ان انا اقدر اعمل البوست ده. يا ريت حد يقدر يعمل كوبي بيست لليو ار ال بتاع الايه، اليو ار ال بتاع الفيسبوك جروب بعد اذنكم. اوكي طيب، وبرضه لو حد يقدر دلوقتي يعمل بيست لكوبي بيست للممتاز، لو حد يقدر يعمل نفس القصة. انا مش عارف ايه البوكس دوت كوم دي، ده يو ار ال ولا ايه بالظبط؟ اوكي ده المادة بتاعتنا. اوكي ممتاز ممتاز، لينك للكتاب ممتاز قوي. اوكي وصل الحتة ديت يا جماعة، نخش بقى في طريقة المذاكرة. أستأذنكم تركزوا معايا. طريقة المذاكرة بسم الله. كل شيخ وليه ايه يا جماعة؟ حد يعرف الجملة دي معناها ايه؟ تكملتها؟ كل شيخ وليه ايه؟ الفيدروم بتاعته. فعلا زي باشمهندس مجدي وقال الفيدروم وليه طريقته. خلاص؟ كل شيخ وليه الطريقه بتاعته، برضو فيدروم. كل شيخ وليه الطريقه بتاعته. انا ليه اسلوبي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء. ما عنديش واحد سقط، ما عنديش واحد نجح في الامتحان من المره الثانيه. اقولها بشكل ثالث، اقولها بشكل رابع، ما عنديش حد سقط. نسبه نجاح ايفورست 100%. اقولها المره الخامسه، ما عنديش حد ومش اسمح لحد ان يقع في الامتحان. اوكي دي نقطة مهمة قوي، ما عنديش حد وقع في الامتحان. لينا طريقة معينة في المذاكرة. لو انت بتثق في اكس من الناس خليك معاه في طريقته، يعني انت اختار لك جايد او منتور يشتغل معاك، وبالتالي حاول تركز مع شخص واحد. لكن ان انت تسمع في الجروب ان في مش عارف حد بيقول المذاكرة بكذا، اقرأ كتاب كذا مرتين، اعمل كذا مش عارف كذا، حل كذا، انا مع احترامي لسيادتك عندي كلمة واحدة بسيطة جدا، اللي بيقول ان هو نجح في الامتحان فهو نجح مرة واحدة، عكس الانستراكتور. انا تقريبا الشهر اللي فات نجح لأربعة، شهر مارس كان فيه سبعة. اوكي شهر مارس في سبعة، واقدر ابعت لكم الايه الورق بتاعهم وارقام تليفوناتهم. ليا طريقة واضحة وصريحة في المذاكرة، ما عنديش واحد سقط وبعيدها المرة المليون وبفتخر بيها والحمد لله، لان احنا بنشتغل الموضوع ده از بروجكت، يعني ان انت تخش الامتحان ده بروجكت في حد ذاته، فمش هنهرج فيه، ما فيهاش تهريج. خلاص فبالتالي اللي بيثق في شخص ما يفضل معاه، اختار لك جايد امشي معاه. اوكي فاللي بيخش الامتحان ويكتب على الجروبات الفيسبوك انا ذكرت الطريقه كذا، الراجل ده على راس من فوق طريقته تنفعه هو وبس، لان دي فروق فرديه. احنا عندنا عاملين في ايفرست موديل معين لطريقه المذاكره. احنا اولا بنشرح هنا الكورس ازاي،
احنا ما بنشرحش بالنوليدج بالنوليدج اري، يعني مش بنشرح سيكشن واحد واثنين وثلاثة وبعد كده نشرح الايه أربعة خمسة ستة، لا لا لا، احنا بنشتغل بالايه بالبروسيس ايه جروب. يعني ايه؟ يعني احنا خلصنا النهاردة الفريم ورك خلاص، وبعد ما خلصت الفريم ورك هناخد الانيشيشن، وبعد الانيشيشن هناخد البلاننج، هناخد البلاننج مره واحده، وبعد كده هناخد الايه الاكسكيوشن، وبعد كده اخيرا هناخد الايه المونيتور اند كنترول معاها الكلوزنج في نفس اللحظه. يعني انا بشتغل بالبروسيس جروب. على فكره الامتحان لما بتنجح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اوكي، حضرتك النتيجه بتطلع لك باي بروسيس جروب. حضرتك ان شاء الله لما هتبقى مدير مشروع انت بتشتغل ماتريكس، بس الاساس باي بروسيس جروب اند نوليدج اري. يعني انت بتشتغل ماتريكس لكن بتبدا بيقول لك ايه انا هانيشيت المشروع، ما قالكش ان انت هتنتجريت المشروع. طب الكتاب مترتب كده ليه؟ الكتاب حضرتك مصمم على الناس الاكسبيرينس في اداره المشاريع اكتر من 10 15 سنه، فالكتاب موجه للناس اللي شغاله في انفايرمنت، وده ستاندرد زي ما انت قلت بالظبط ستاندرد، شغاله في انفايرمنت. فهو داخل الكورس 35 ساعه 35 ساعه. على فكره انا عندي في ايفوريست ما بدي الكورس، ما بديش الكورس 35 ساعه، احنا بنديه عندنا كام ساعه؟ احنا بنديه 72 ساعه، لان احنا بننفذ مجموعه من الاسئله بطريقه معينه، وبنعمل حوالي 5 وركشوب صغيرين مع الوركشوب الاساسيين. انا طبعا صعب جدا نعمل وركشوب معاكم لان لازم الوركشوب يبقى فيس تو فيس، لكن على الاقل بدي الايه ال 35 ساعه. والمفترض ان ال 35 ساعه للاسف هي تبقى عباره عن حل اسئله، لكن احنا مضطرين بنشرح الاول وبنحاول انتجريت الموضوع وبنعمل حل اسئله. طيب فاذا احنا هنشتغل مع بعض باي ايه؟ باي بروسيس جروب. انت النهارده سيادتك خلصت معايا الفريم ورك صح كده؟ انت لو دخلت دلوقتي على الكتاب على سوري على الموقع عندنا في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها تريننج كويتشنز. اللي الف تريننج كويتشن هيلاقي موجود عندك 3625 سؤال باجاباتهم مصنفين، يعني هتلاقي 262 سؤال مثلا للفريم ورك. هتلاقي حضرتك بالنسبه للانيشيشن 187 سؤال، سوري الانتجريشن الانيشيشن 187 سؤال، هتلاقي 500 سؤال في البلاننج. فاحنا بنلاقي الاسئله متصنفه، وبعد كده في اسئله تانية باي نوليدج اريا، لكن دي بتبقى مرحله الاولانيه. المرحله بتاعتي هي عباره عن ان انت دلوقتي بتيجي تذاكر ازاي. خد الكلمه ديت وحاول تقلبها يمين او شمال، واللي عنده اعتراض يا ريت يتناقش معايا علشان نقتنع مع بعض. الكتاب ده لا يمكن مذاكرته. الكلمه دي محبطه شويه اوكي، اقولها تاني. البيمبو جايد ها اتس مانوال. في حد بيذاكر مانوال؟ عمرك شفت محامي بيذاكر قانون الاجراءات الجنائيه؟ يبقى حاطط في المكتبه بتاعته قانون الاجراءات الجنائيه، واتحداك انه مسك كل صفحات. لما بيكون عنده قضيه محتاج يفتح القانون الاجراءات الجنائيه، هو عارف كل حاجه موجوده فين، عارف المواد عددها قد ايه، والمواد بتتكلم مبدئيا عن ايه. واتحدى اي محامي ان يكون حافظ قانون الاجراءات الجنائيه، فبيفتح القانون او الكتيب الدليل دوت او المانيوال بتاع قانون الاجراءات الجنائيه ده قانون، ويبدا يدور على النقطه بتاعته اللي هو واقع فيها. حد فاهم انا قلت ايه؟ يدور على ايه؟ على النقطه بتاعته، فيبتدي يقراها. يبقى اذا الموقف هنا هو ايه؟ بيشتغل بنفس الاسلوب بتاعنا، التعلم بنظام الايه؟ شوف النظام بتاعي ها اللي هو ايه؟ الصواب والايه؟ والخطا. واقسم بعزه جلال الله هذه الطريقه لو انت وقعت في الخطا ودورت على الصواب، اتحداكم ان في حد يقدر ايه يغلط في الحته دي. ممكن تدوني دقيقه واحده بعد اذنكم؟ دقيقه واحده.
بتقول ايه؟ فالطريقه بتاعتنا هي طريقه صواب الخطا. بس انا عشان اقدر اعرف صواب الخطا انا محتاج اتصفح. يعني دلوقتي احنا خلصنا ايه؟ خلصنا ايه بالظبط دلوقتي؟ خلصنا سيكشن كام؟ خلصنا سيكشن 1 و2 وكام؟ و3. مطلوب من سيادتك انك تتصفح الثلاثه سيكشن دولت اللي هم اباوت 60 ورقه. ال 60 ورقه دولت تعرف العناوين الرئيسيه، وتحت كل عنوان رئيسي هتلاقي عنوان ايه؟ عنوان فرعي، وتحت العنوان الفرعي احتمال تلاقي باراجراف، باراجرافين، ثلاثه. انا محتاج اعمل نوتس عندي في ورقه خارجيه عن الباراجراف، العناوين الرئيسيه اسمائها، وتطلع لي من الباراجراف الاولاني. شوف انا بقول لك اهو في ثلاثه باراجراف او في خمسه باراجراف، تطلع من الباراجراف الاولاني، شوف اللفظ اللي اقوله تطلع لي ايه. ها بص الكلمه دي مكتوب ايه؟ كلمات داله مميزه، تطلع لي keywords. يبقى انت بتتصفح، وانت لو متفرغ يعني قافل موبايلك وقافل فيسبوك وقافل سلطاتك وبابا غنوجك وقاعد بتتكلم مع الكتاب بس، وفاتح الوورد فايل وبتكتب العنوان الرئيسيه والعنوان الفرعيه، هتطلع عندك حاجه اسمها ايه؟ ملخص، هاند اوت. الملخص ده على فكره اكوردنج للي انت سمعته معايا في المحاضره، يعني انت مش محتاج تسمع المحاضره دي تاني على فكره. لو انت قمت دلوقتي او بكره عملت الملخص ده لسكشن 1 و2 و3 وانا بقول لك اعملها بطريقه سطحيه، حد يفهم يعني ايه كلمه سطحيه ولا انا مش واضحه الكلمه ديت؟ اعمل ملخص بطريقه سطحيه مبسطه، يعني 60 صفحه دولت كفايه قوي يتعملوا في 10 ورقات ملخص على وورد فايل مش على ورق مكتوب. يا شباب ليه وورد فايل؟ هقول لك، لانك عندك او بي اي عاوز تزوده، صح كده؟ طيب تعالى بقى، احنا عملنا الملخص، نبدا نعمل ايه بعد الملخص؟ دخلت على السؤال رقم 1 في الايه الموقع بتاع ليرنو دوت ايفرست. السؤال عباره عن 3 ايه، في 4 اجابات، اجابه ايه، اجابه بي، اجابه سي، اجابه دي. السؤال ده قريته، الاحتماليه بتاعت الاجابه تبقى ايه؟ في كم احتمال للاجابه بتاعتي؟ حد يقول لي كده؟ في كم احتمال للاجابه؟ يعني لا، ما هو السؤال ايه؟ يعني يا يطلع صح، ها؟ يا يطلع الايه؟ بعد ما تجاوب يا يطلع ايه؟ غلط؟ يا تطلع الاجابه صح باي ايه؟ باي لك يا حبيب قلبي. في كم نوع من الاجابات بالنسبه لي؟ انا بالنسبه لاكوردنج لاحمد يسري الاجابه 1 من 3، يا اجابه صح يا اجابه غلط، يا اجابه جت صح باي لك. صح كده ولا غلط؟ اوكي. الاجابه الصح بمعنى ايه صح؟ يعني انت متيقن شديد التيقن من ان انت اخترت اجابه ايه. والاجابه ايه بتقول لك المشروع بيطلع، ها، يا برودكت يا سيرفيس يا ريزلت، او ايه، ورحت انت ايه قايل لك ايه، او امبروفمنت الاكزيستنج. انت عارف دي مكتوبه فين في الكتاب، فين في الباراجراف، فين انت شور من الاجابه. البيمبو جايد بيحتوي على كم مجموعه من العمليات؟ مجموعه، 5 مجموعات ولا 4 مجموعات ولا 3 مجموعات ولا مجموعه؟ لا، 5 يا فندم، 5 مجموعات. انا شديد التيقن، فالاجابه دي اسمها اجابه صح. انت مش محتاج تعمل اي حاجه. لو الاجابه بقى غلط او الاجابه جت صح باي لك، هترجع لمين؟ هترجع للكتاب البيمبو جايد. ها، فاكرين قانون الاجراءات الجنائيه؟ هتفتح المانيوال البيمبو جايد، الكتاب اللي انا اديته لكم كافي جدا، اوكي، في المرحله الاولى كافي جدا. تفتح البيمبو جايد، فوجئت ان الاجابه موجوده في الباراجراف الثالث. طب انا اذاكر الباراجراف الثالث بس يا شباب ولا اعمل ايه؟ لا يا حبيب قلبي، انا عاوزك تذاكر النقطه اللي اسمها 1.1 اللي فيها باراجراف، فيها 2 و3، وان انت كان عندك سؤال غلطت فيه وطلع لك الاجابه غلط، فبالتالي بتمسك الايه، بتمسك الباراجراف، بتمسك الباراجراف، لا بتمسك السكشن ده كله. يعني احنا غلطنا مثلا في الجزء بتاع الكلوز، بتاع الكلوزنج بتاع المشروع او الفيزا اللي هي النقطه رقم 242، او غلطت في الاو بي اي، او غلطت في الاو بي اي اللي هي 214، او غلطت في الاي اف 215، امسك 215 دي نفضها، اعتبر ان الكتاب كله انتهى بالمطاف على ايه؟ على 2-1، وابتدي طلع لي الدروس المستفاده بتاع عظمتك من الجزئيه دي. انت غلطت ليه؟ السؤال ضحك عليك؟
السؤال ضحك عليك؟ طب ضحك عليك ازاي؟ كان في تريكايه؟ لا دي كان في معلومه جديده، لا دي كان في معلومه جديده، في تريكايه. امسك الايه الفايل الوورد الملخص بتاعك الاو بي اي وابدا حط ليه يا جماعه، ها زود المعلومات، هتلاقي نفسك بتغلط، هتتعلم، هتلاقي نسبتك في الايه في الاسئله الصح بتزيد كل شويه. يبقى ايه اللي بيحصل عندك؟ انت سيادتك بتعمل ابديت للاو بي اي يور اون، فالجاب بتاع النوليدج بيقل من اول ما كان زياده ويبدا ايه ستيب باي ستيب بايه يقل. اللي مش مقتنع بالطريقه دي على عيني وعلى راسي يجرب الطريقه بتاعته، وبصدقوني عاوز تخلص الامتحان في اقل من 4 شهور، هي دي الطريقه الوحيده اللي انا شغال عليها من 2008 على فكره. الطريقه دي اتعلمتها من مجموعه من الهنود، اوكي، والطريقه دي متجربه، يعني انا مش بجربها فيكم، انا مش بجربها فيكم، انا متاكد الناس اللي عندي. باشمهندس ايهاب معانا ولا خرج؟ باشمهندس ايهاب ليه زميل كان معانا في الكورس ودخل الامتحان ونجح، اوكي. انا عندي الناس لما بتخش الامتحان ما بيطلع من قاعه الامتحان يا يلاقيني قدامه في القاعه يا بيتصل بيا. اللي بيتصل بيا اول كلمه بقولها له انا بقول له الف مبروك، ما بقولوش انت عملت ايه، بقول له الف مبروك. ليه؟ لان في مجموعه من البروسيس بتتم احنا بننفذها، اوكي. البيمبوك طيب لما بنرجع لكتابك، البيمبوك وكتابي واحد، لو مسكتوا الاثنين البيمبوك وكتابي واحد، الفرق ان انا مفصل البيمبوك بشكل سهل القراءة شوية. هو استخدم الكتاب بتاعي، اوكي، وباشمهندس حتى ايهاب يقدر يقول لكم الكلام ده، هو الكتاب بتاعي هو البيمبوك، لو مسكته لقيته كلمة ناقصة قولوا لي، هتلاقي الكتاب متفصل بوليت اند نمبرنج وبولد وايتاليك واندرلاين بطريقة ايسر للعين شوية، اوكي. انا تعبت في الكتاب ده عشان افصله بالمنظر دوت وزودت عليه بعض النقط، يعني هو مش اقل من البيمبوك بل ازيد كمان في بعض المعلومات. التاسك المطلوبه من سيادتكم من هنا لحد يوم الجمعه، احنا طبعا عندنا محاضره يوم الخميس، صح ولا غلط؟ طريقه المذاكره هي براكتس، عندنا محاضره يوم الخميس، يوم الجمعه انا مطلوب منكم تاسك، التاسك اهو بالنسبه لكل الناس، الناس اللي موجودين معايا مطلوب نحل اول 25 سؤال موجودين في الفريم ورك، اول 25 سؤال وهنبتدي نحلهم مع بعض المحاضره يوم الجمعه ان شاء الله، اوكي. بوك المحاضره بتاعت يوم الخميس هنشتغل في الايه الانيشيشن بروسيس ايه جروب ان شاء الله. طريقه المذاكره، ابدا اعمل لي التاسك بقى بتاعكم اهو، يلا الاسئله موجوده على السايت، التاسك بتاعكم اهو يا فندم، وابعتوا لي على الواتساب الخاص، كل واحد يبعت لي ملخص الثلاثه سيكشن الاولانيين وورد فايل، اللي ما عملليش ملخص يبقى ما عملش لنفسه حاجه. طب اللي انت بتبعته لي ليه؟ انا عاوز اتاكد ان انت زودت جودت زياده عن اللازم، خدت لخصت اقل بكتير من اللي انا عاوزه، انا عاوز اشوف العناوين الرئيسيه والعناوين الفرعيه وباراجراف، كل باراجراف اطلع منه الكيورد المهمه الكلمات الداله عليها، وتقول لي مع كل ملف تبعته لي على الواتساب تقول لي خدت وقت قد ايه. الفريم ورك ما ياخدش اكتر من 4 ساعات، لو عملتها على مرتين هتخلصها. الكلام واضح؟ مين تعب؟ ايه اللينك بتاع الكتاب؟ هرفعه على الواتساب دلوقتي، على الواتساب، وعلى هو مرفوع اوريدي على التليجرام، مرفوع اوريدي على التليجرام، هبعت التليجرام دلوقتي بالنسبه لكم هو تاني عشان نكتب الايه الاسم بتاع التليجرام بتاعي، يعني انت دخلته هتلاقوه على التليجرام وتقدروا تنزلوه. واضحه يا شباب؟ السؤال ده مهم قوي بتاع باشمهندس احمد حسنين، صح كده؟ ريتا هنستخدمه في مرحله قدام شويه، مش دلوقتي يا شباب، اوكي. الملخص مطلوب في خلال 48 ساعه من دلوقتي يا باشمهندس شريف. شكرا. في حد عنده اي سؤال؟ سؤال حد عنده حد اي سؤال؟ ازاي نحجز الامتحان؟ بعد ما بتخلص معايا المرحله الاولى اللي هي مراحل الاسئله وبتخش في مراحل الايه الامتحانات دي، لازم تعمل معايا 8 امتحانات على فكره. اللي عاوز يخش امتحان ما يقلش عن نسبه 85%. هتقول لي النسبه دي صعبه، هقول لك كل الناس بتجيبها معايا.